بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضرتك طيبين أولا، ثم عزائنا لكل أسر المتوفين من ضيوف الرحمن. عندنا عدد كبير من المصريين. يمكن موضوع الحج بيهم الرأي العام جوه وبره، وأشرح لحضراتكم ببساطة الحكاية على بعضها عشان نبقى عارفين اللي بيحصل عشان ما يتكررش مرة أخرى. الحج مسألة مش بسيطة، تعب ومشقة رهيبة على قدر الثواب المشقة. أول مرة رحت حجيت سنة 93، 1993 كان أول مرة أروح أحج. وحجيت السنة دي ما رحتش ولا اللي فاتت، كنت موجود سنة 22، يعني حجيت وقت كل حاجة كانت صعبة جدا، ما كانش فيه أي تيسيرات ولا يعني كانت الأمور صعبة مش اللي موجود دلوقتي، اللي هو حصل تطوير كبير في المشاعر المقدسة. ووقتها أنا كنت بحضر لما كان يحصل على الجمرات بتحصل ناس تموت، كنت ببقى حاضر، نبقى موجودين يعني في مرات عديدة، يعني لما حصل حرائق وكنا نبقى موجودين. المملكة العربية السعودية طورت كتير جدا، لأنه الجمرات دي كان أول يوم جمرة العقبة الكبرى 1.5 مليون رايحين يرجموا في وقت واحد. هتعمل ايه معاهم؟ 1.5 مليون رايحين لازم يرجموا دلوقتي في الوقت ده، فكان تحصل كوارث. فالمملكة بدأت في 2006 يمكن يعملوا التوسعة الكبيرة اللي موجودة النهاردة، توسعة الجمرات في مشعر منى اللي هي دايما كان يحصل فيها مشكلة، وانفقوا وقتها انفاق هائل مليارات في ذلك الوقت يعني، وعملوا طوابق متعددة للجمرات. يمكن بعد شوية نتابعها مع بعض، ولكن بحكي لكم تجربة اللي أنا عشتها سنوات. رحنا لما كان منى يدوب الشخص كده ودايرة مش عارف ايه فيحصل، فغيروا كل ده وعملوا الناس يعني عملوا إجراءات بصراحة كبيرة جدا وتوسعات كبيرة جدا، حتى الطرق اتغيرت للأفضل طبعا، وحتى المشاعر المقدسة حصل فيها خدمات متطورة للغاية. أنا بقول لحضراتكم ما بين 93 والتسعينيات وبداية الألفية لحد النهاردة كل شوية بيلاقوا أي حاجة بيحاولوا يقفلوها عشان يسهلوا على الناس وعلى الحجاج. مصر بتعمل إيه في نظام الحج؟ مصر طول عمرها عندنا بعثات رسمية، بعثة حج القرعة مسؤول عنها وزارة الداخلية، بعثة السياحة اللي هو خاص بشركات السياحة مسؤول عنها وزارة السياحة، وبعثة الجمعيات المسؤول عنها وزارة التضامن. دول الثلاث بعثات اللي عندنا، معاهم مين كمان؟ وزارة الصحة اللي هي لازم تطلع بعثة عشان تتابع حالة المصريين وتنشر بقى في المشاعر المقدسة وفي العرفات وفي مكة المكرمة وفي منى وفي المناطق ومزدلفة، تبقى عاملة ايه مناطق كتيرة جدا لتقديم خدمات رعاية صحية. ده أنا سنوات طويلة بروح ده وأشوف ده بعناية، مش حد بيحكي لي، عشته. وتقدم خدمات للمصريين وغيرهم، يعني البعثة المصرية الطبية أنا بقول لكم شهادة، بيجي لها العالم الإسلامي كل الحجاج تلاقوا طوابير، لأنها البعثة المصرية عارفين ثقة في البعثة المصرية. عشان كده مصر بتبعت بعثة كبيرة جدا وأطنان، عشرة أطنان يمكن كل سنة بتبعت 10-15 طن أدوية مع البعثة كل سنة، لأنه مش الحجاج المصريين بس، لا أنت مش بتخدم المصريين بس، بتخدم أي حاج يجي لك. مصر بتعمل كده، وبالتالي الداخلية بتعمل قرعة، ناس تتقدم بيفوزوا بالقرعة بيسافروا. يبقى هنا معروف كل واحد بيخرج من مصر مسؤول عنه بعثة وزارة الداخلية حج القرعة. ما ينفعش يبقى واحد طالع أنا معاش عارفه، أنا عارفه وعرف تفاصيله وليه اتوبيس وليه مكان وليه خيمه في منى وفي عرفات وفي مكه وفي المدينه، وليه اتوبيس وله نقل، حركه نقل كبيره يتم متابعتها من اول لحظه قبل الـ يوم الترويه وقبلها. يلا يا جماعه الساعه كام هنتحرك، الناس ملابس الاحرام كله الساعه كذا، في شيوخ يبقوا موجودين يعملوا توعيه للناس، وقبلها بكام يوم يعملوا توعيه في مكه وفي المدينه ويشرحوا، وهم راكبين الاتوبيسات يقعدوا ناس توعيه للحجاج عشان يخلوا بالهم.
بقول لكم حاجات انا حضرتها عشان اوصل للي حصل يوم السبت اللي فات. والناس تشتغل على ده، نفس الحكايه السياحه، نفس حكايه الجمعيات اللي هي بعثات المصريه الرسميه. هو لا فارق بين مصري رايح رسمي او غيره، ولكن الفرق في التنظيم. ان انت هنا داخل مع البعثات الرسميه انا عارفك، بياناتك عندي. لو انت لا قدر الله، ما الناس بتتوه، في ناس بتوه يا جماعه، في ناس من اهالينا اول مره يخرج من البلد، من القريه الى الاراضي المقدسه، امنيه حياته، امنيه حياتها الحج. يا رب يكتبه للجميع يا رب، فيبيع اللي وراه واللي قدامه عشان يروح الفريضه، يؤدي الفريضه. ما راحش حاجه يعني، ما راحش يمكن مركز طمه مثلا جنبنا ولا مركز طهطه، قاعد في البلد. انا بدي على سبيل المثال، يخرج من القريه الى المدينه المنوره او مكه المكرمه او عرفات او منى او مزدلفه طبعا، المشاعر على بعضها. في مكه في الحرم تدخل من باب ممكن تعرفوش تخرج منه تاني، فناس حتى في الحرم بتتوه. يعني مش في المشاعر، في عرفات، الاتنين مليون قاعدين في مكان واحد قد كده، متحدد ليه بدايه عرفات ونهايه عرفات. لا تقدر تقعد بره، ده لا بره البدايه ولا بره النهايه، لازم تقعد في المساحه المحدده. هي المساحه محدده. منى نفس الحكايه، بدايه منى ونهايه منى، لا ينفع هنا ولا هنا. هي مشاعر، اسمها مشاعر، في ايام معدوده، ايام محدده، لا قبل ولا بعد. في مساحه محدده واوقات محدده. في مزدلفه يمكن دي اقصر فتره اللي هي عده ساعات في مزدلفه، انما الباقي عرفات كله لازم يبقى هنا. مسجد نمره ده هياخد 1.5 مليون؟ ابدا. هياخد كام؟ 200,000 ولا 100,000 ولا 300,000؟ والباقي فين؟ حر موت، درجة حرارة 50، موت. فأنت مع بعثة رسمية معروف مين اللي بيسافر. تهت، في ناس بتتوه، تخرج من الحرم عايز يرجع الفندق مش عارف، تايه. بس معاه إيه؟ معاه سورة في إيده، أو معاه كارت، يبقى هنا عارف البعثة المصرية في مكان الفندق فين؟ تبع إيه؟ على طول بتلاقي ناس يا جماعة ودوا المكان الفلاني. دلوقتي بقى في تسهيل التليفونات، فكل التليفونات موجودة، فيبدأ يتصل يقدر يعرف ويرجع. زمان ما كانش في الكلام ده موجود، كانش الكلام ده زمان موجود، كان موجود كتنظيم، ولكن ما كانش تليفونات مع كل الناس وفي ايديها، وكل النهاردة يعرف يدخل ويعرف يوصل ويعرف التطبيق عشان يروح المكان الفلاني. ولكن عندنا ناس اهالينا ومعظمهم بيبقوا في حج القرعة، لان هو يعتبر يعني اقل، بيحتاجوا رعاية ومتابعة طول الوقت بمعنى الكلمة. يعني الناس بتطلع هذه البعثات بيتعبوا بمنتهى، بيتعبوا، لان هو اولا عايز يريحه، ثانيا عايز يقضي المناسك وبكل أريحية وسهولة ويسر ويرجع بالسلامة. ما هو مش مصفر ناس عشان الناس تموت، ومحدش قال كده، ولا ربنا سبحانه وتعالى قال اروح احج عشان اموت ابدا، ولا المملكة اللي بتعمله كل سنة بتعمل تحديث. وانا بقول لحضراتكم رحت من 93 لحد 22، بروح احج وحج واشوف المناسك واتابع واكتب عنها واتكلم عنها واشوفها بنفسي وبعينيا. قبل المناسك بروح، وبعد المناسك بروح، واثناء المناسك بروح، يعني بشوف الكلام ده. ناس بتعمل جهد هائل، المملكه العربيه السعوديه. لانه خلي بال حضرتك انت، الموضوع العالم كله عندك، مش مصر بس، العالم الاسلامي. كل دوله ليها عدد من الحجاج، ليه؟ عشان المكان. ده غير العمره، العمره يا رب يروح 5 مليون مفيش مشكله، لكن الحج تحديدا. لانه عرفات الجميع، ما وقفتش عرفات خلاص مفيش حج، فلازم تقف في عرفات، على صعيد عرفات. فكل الحجاج لازم يبقوا موجودين على عرفات يوم 9 ذو الحج، موجودين فين؟ على صعيد عرفات. يوم 8 الترويه هيبقوا في منى، فالاماكن محدده. فما يقدرش يفتح
وده محدد بمناسبة بي 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 بتنسيق بين كل دول العالم الإسلامي، وخلاص مسألة متوافق عليها. مصر ليها حصة كل سنة 50,000 حاليا، يعني كان قبل كده أعداد، إن هم الدنيا زي ما بقول لحضرتكوا، تركيا لها كذا، إندونيسيا لها كذا، ماليزيا لها كذا، الأردن، فلسطين، يعني كل الدول ليها عدد من الحجاج اللي هو الحج الرسمي المنظم، اللي هو ليه اول وليه اخر، حج طالع من هنا او حجه طالعه من هنا، يبقى الحج ده تبع مين؟ يا الداخليه يا السياحه يا الجمعيات، بس تاني بس كده. في نوع رابع؟ لا، هم دول ثلاث بعثات المسؤولين عن اداره عن الحج وتنظيم الحج. طيب في حج اخر بيجي له تاشيره زياره، هي دي ايه بقى دي المشكله، تاشيره الزياره. والنهارده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سياده الرئيس اول امبارح ادى تكليف لرئيس الوزراء تشكيل خليه ازمه لاداره مساله وفاه الحجاج. رئيس الوزراء عمل اجتماع النهارده مع كل الوزراء المعنيين وكل الجهات المعنيه، عمل اجتماع النهارده ليه؟ عشان نعرف الحكايه ايه واولها ايه واخرها ايه. واتعرض كل التقارير، سيد محمود توفيق وزير داخليه عرض تقرير، سيد سامح شكر وزير خارجيه عرض تقرير، دكتور خالد بفار وزير الصحه عرض تقرير، دكتوره نيفين القباج وزير التضامن عرض تقرير، سيد حمد عيسى وزير السياحه والاثار عرض تقرير، وجهات اخرى عرض تقرير، ولجنه الازمه وخليه الازمه عملت تقرير، يعني كل جهه معنيه عرض ايه الوضع في الاراضي المقدسه. ما الذي جرى؟ ما الذي جرى؟ اللي جرى عايز اقول لحضرتكم مساله ليست بسيطه، والدولة معنية بهذا الأمر، وإحنا هناك اهتمام كبير من رئيس الجمهورية وكل مسؤول عشان نعرف ما الذي جرى حتى لا يتكرر مرة أخرى. في ثغرة حصلت في شركات ولا ما فيش شركات؟ في شركات. طيب النهاردة أنت بتحجز مع شركة أو شركة قالت لك، ودول اللي إحنا لازم نواجههم، الوسطاء والسماسرة الذين يتكسبوا على حساب أرواح الناس. ما عندنا ناس ماتت لانه في واحد للاسف ضحك عليه، خد منه فلوس، قال له ان انت هتطلع زياره وتحج، فيروح بقى في شهر رمضان يقعد في شقه، يدبر له مكان يستخبى فيه، يقول له ما تفتحش النور بالليل، انا بحكي لكم روايات حقيقيه، اقعد ما تدورش. ليه؟ عشان بيدوروا على الناس، يعني انت بتموته. طب انت النهارده مش حج نظامي او رسمي، فعندك مشكلة. تعرفين المشكلة كانت ايه؟ اخطر مشكلة هوريها لكم. الناس يا جماعة، واحنا شباب، واي شاب ما يقدرش يمشي من مكة المكرمة من الحرم الى عرفات، انت عارف كم كيلو؟ 22 كيلو، وطرق اخرى ممكن تاخدها توصل ل 25 كيلو، وطرق تانية ممكن تاخدها توصل 20 كيلو، الحد الأدنى 20 والحد الأقصى 25. أنت بختك في الطريق اللي هتاخده من مكة إلى عرفات، حد بيمشي وهو محرم في درجة حرارة 50، حد أدنى 48، وحد أقصى تجاوزت ال 50 درجة حرارة، وتوصل تعدي في الجبال زي ديت؟ دي جبال بالمناسبة، دي جبال قبل عرفات، هذه جبال قبل لقوا جثث هنا، لقوا جسامين لحجاج توفاهم الله هنا، لقوا جسامينهم هنا. تخيل بيعدوا كده وبيمشي هنا، ادي عرفات اهو، هناك عرفات اهو، شوف المسافة. خلي بال حضرتك انت عشان توصل هنا في درجة حرارة 50، الارض دي بتطلع من تحت رجليك، ما تقدرش تقف ثانية، ادي عرفات اهو، ادي عرفات اهي، وصلوا هنا توفاهم الله، ما قدروش يكملوا، ما قدرش. بقول لحضرتك تمشي ازاي 20 كيلو، وناس ما بتنامش اصلا في المناسك، ما حدش بينام، الناس بتنتهز لانه فرصه ومش عارف هيروح تاني ولا لا. العبادات والصلوات وفي الحرم وقراءه القران والصلوات والطواف وطول الوقت، ويعني مناسك، واللي راح المدينه الاول او بعد كده بيطلع المدينه المنوره لزياره الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتيجي هنا فبتعدي الناس على جبال وتعدي على دروب صحراويه وطرق صحراويه، يبقى عندك مشاكل رهيبه جدا. فاحنا تاني شايفين مسجد نمره، شايفين
كل ضيوف الرحمن لازم يبقوا موجودين في هذا اليوم في هذا المكان. هتجيب تعمل ايه؟ لما طيب تعمل ايه في درجة حرارة 50؟ والمملكة العربية السعودية وزي ما بيقول كده يعني بيأدوا ما عليهم من واجب بصراحة. أنا بقول لحضرتكوا على الواحد ما هو قدامكم أهو واقفين حتى بيقدموا للناس، واقفين بيرشوا للناس، بيسهلوا على الناس وعلى حياتهم كمان، لأن هم عارفين درجة حرارة والصعوبة. شايفين رمي الجمرات؟ شايفين رمي الجمرات شايفين رمي الجمرات ده اللي قدامكم؟ شايفين دي الجمرات؟ شايفين طرق ده اللي اتعمل؟ ارجع معلش يوسف اللقطة اللي فاتت لو سمحت. ارجع اللقطة اللي فاتت. ارجع اللقطة اللي فاتت. ارجع قبل ما نروح للجسر اهو، ده الجسر اهو عشان يدخلوا على الجمرة. ارجموا الثلاث جمرات اهو. ارجع. اتفضل. اللي بعده، اللي قبل دي، اللي قبل دي. عشان اوريكم بس الموضوع، الحكاية. الموضوع مش لازم لازم يا جماعة مشقة، الحج مشقة. محتاجين ويكون مع قدامكم اهو كل ده ضيوف الرحمن هنا مشعر منى، وكل ده رايح فين؟ رايحين الجمرات، يا رايح يا نازل، لانه المملكه العربيه السعوديه لما عملت اللي اتعمل ده لما كان بيحصل مشاكل ضخمه جدا. بقول لحضرتكم انا واحد عشت المشاكل دي في هذا المكان، عشته بدل المره 20 مره بشوف الكلام ده كان بيحصل لحد ما عمل التطوير الكبير ده. التطوير الكبير تيجي ضيوف الرحمن يجوا من الخيام دي، الخيام اللي اتعملت، والخيام دي اتعملت بالطريقه دي اللي قدامكم دي، خيام مقاومه للحرائق. ليه؟ لانه كان حصل حريقه في منى، فعملوا لجؤوا لاحدث شيء المملكه العربيه السعوديه، نعمل خيام مقاومه للحريق. من ساعتها للنهارده ربنا سلم ما حصلش اي حريقه. ليه؟ عاملين خيام تقاوم الحرائق، ومنعوا حاجات كثيره منعوها يتم استخدامها على الحجاج كانت بتؤدي لحرائق. النهارده بقى في ضبط وربط بيحافظوا على الناس وارواح الناس، فالحجاج يخرجوا من الخيام على زي ما حضرتك بتشوف كده، على فين؟ على الجمرات، يرمي الجمرات يخلص يرجع من طريق، ما يرجعوش هنا. زمان كانوا هنا يقابلوا بعض، فيقابلوا بعض فتحصل هنا دهس. النهارده ما يحصلش الكلام ده، كله جاي في اتجاه ثم يعود في اتجاه اخر. عاملين بالمناسبه حوالي 6 7 8 طرق ما بين صعود ونزول بحيث لا يلتقي الحجيج مع بعض، سواء في الذهاب الى الجمرات او العوده بعد رمي الجمرات. لانه كان بيحصل زمان، بقول لكم عاصرت الكلام ده. نكمل يوسف لو سمحت، نكمل. فهنا اتعمل تسهيلات المملكه العربيه السعوديه، تسهيلات كبيره. احنا عندنا زي ما حضرتك بتشوف ده، ادي ضيوف الرحمن في الطريق اهو، رامي الجمرات وادي رايحين الجمرات. زي شايف الاعداد هنا بياخد في الساعه، الجسر ده بياخد في الساعه ما بين 300 ل 400 ألف حاج في الساعه. متخيل العدد ده في هذا التوقيت هنا محتاج تنظيم ازاي، والناس دي تروح ازاي، وترمي الجمرات ازاي، وتعود بسلامة الله يا رب السلام. شايفين الطواف؟ شايفين الكعبة المشرفة والطواف؟ ويكون معنا السيد المشار محمد الحمصاني حالا. شايفين الطواف؟ الكعبة ما فيش موضع لقدم، لا في صحن الكعبة ولا الدور الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، ولا حتى الطواف اللي هو بقى فيه سيارات للمرضى واللي عشان يقدروا كمان زي ما انتم شايفين فوق اهو. شايفين اهو ده جديد كمان، ده حديث، بيعملوا التوسعات عشان يحافظوا على الناس. استاذ مشار محمد الحمصاني، اولا مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم. اولا اطمئن اليوم على الاجتماع الذي عقده دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وخليه ازمه الحجاج، ماذا جرى في هذا الاجتماع؟ ما تم عرضه خلال هذا الاجتماع من جانب الساده المسؤولين؟ في الحقيقه يا فندم الاجتماع اليوم جاء بهدف، بناء على تكليفات فخامه السيد رئيس الجمهوريه، بهدف متابعه اوضاع الحجاج المصريين وسير عمليه سير البعثه، اجراءات البعثه الرسميه في الاراضي المقدسه وما تم تقديمه من خدمات للحجاج، وايضا متابعه تقديم الدعم والمسانده لاسر المتوفين من الحجاج بالتنسيق مع السلطات السعوديه. فاجتماع اليوم جاء لمتابعة ما قامت به كافة الجهات المعنية، وأيضا ما سيتم اتخاذه من إجراءات لتفادي حالات الوفيات المرتفعة خاصة في الحجاج غير النظاميين. وهنا في نقطة مهمة يمكن حضرتك برضو أشرت إليها، وهي أنه يعني الخدمات التي قامت المملكة العربية السعودية الشقيقة بتقديمها
للحجاج الرسميين يعني كانت على مستوى جيد جدا، وفي نفس الوقت الأرقام المتوفيين في البعثة الرسمية، بعثة الحج الرسمية، عدد بسيط جدا. احنا نحن نتحدث عن 31 حاج توفاهم الله من أكثر من 50,000 حاج. فبالتالي الخدمات، سواء الخدمات اللي كانت بتقدمها وزارة الصحة المصرية ممثلة فيها البعثة الطبية المصرية، أو سواء المستشفيات السعودية، كانت على أعلى مستوى. والحمد لله البعثة الرسمية لم تشهد عدد كبير على الإطلاق من الوفيات، وحتى الوفيات التي تمت كانت نتيجة أمراض مزمنة. الاجتماع اليوم استعرض كافة الأوضاع وأوضاع الحجاج غير النظاميين، وتم النظر في اتخاذ عدد من الإجراءات ضد الشركات مين المخالفة. هم الحجاج غير النظاميين أو إيه اللي اتعرض في الاجتماع ست مشار محمد؟ خلال الاجتماع كان من الواضح أنه طبعا الشركات هناك في الحقيقة تقرير تم عرضه للجنة، عفوا، تقرير للأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة. الأمانة الفنية أعدت تقرير، طبقا للتقرير تم رصد عدد 16 شركة سياحية بصورة مبدئية، 16 شركة قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية خارج الأطر الرسمية للحج، ولم تقدم لهم أي خدمات أثناء الحج. وبالتالي هذه المخالفة والتحايل بناء عليه كلف السيد رئيس مجلس الوزراء بسرعة سحب تراخيص تلك الشركات وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، مع إلزام أو تغريم هذه الشركات لصالح أسر الضحايا. عملية التسفير خارج الأطر الرسمية طبعا هم نتج عملوها إزاي؟ تأشيرات، جابوا تأشيرات إزاي؟ هناك حالات عديدة بيتم رصدها، منها على سبيل المثال البعض كان بيحصل على تأشيرة زيارة، وبناء على التأشيرة بيتوجه لأداء مناسك الحج وبخارج الأطر الرسمية طبعا. هناك البعض الآخر ربما كان بيذهب بتأشيرة سياحة، يعني في عدد من المخالفات جرت. إنه نتيجة هذه المخالفات انه اعداد كبيره توجهت لاداء مناسك الحج بدون ما يكون معاه تاشيره حج طبقا للقواعد الرسميه المعمول بها. او طبقا للنظام في المملكه العربيه السعوديه. بالضبط، يعني طبقا للنظام الذي ان هو تاشيره الحج بيبقى خلاص هو ملتزم بكل شيء نحو الحج. بالضبط، اللي هو ملتزم تجاه الحاج، بيبقى فيه باركود متضمن بيانات الحاج، وفي نفس الوقت بيكون في، بخلاف الخدمات اللي بيتم تقديمها، بتكون بيانات الحج متوفرة لدى السلطات المصرية ولدى السلطات السعودية. فغياب تلك الضوابط أدى إلى أنه للأسف الشديد لم تكن هناك بيانات كافية متاحة عن الحجاج غير النظاميين. ومع ذلك البعثة الرسمية المصرية، وزارة الخارجية من خلال القنصلية المصرية في جدة والسفارة المصرية في الرياض، بتقوم بعملية تقديم الدعم لأسر الحجاج غير النظاميين سواء المفقودين أو المتوفيين. وإن شاء الله يعني سيتم وضع الضوابط أو اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحد من تلك الظاهرة مستقبلا. طيب، هل بنتكلم هنا على عندنا عدد حتى الآن وصلنا له سواء متوفين أو مفقودين حتى الآن وصل لي أو خلية الأزمة توصلت لهذه الأعداد ولا لسه؟ لا، في الحقيقة لسه أستاذ أحمد، لأنه الحجاج غير النظاميين غير مسجلين، وبالتالي عملية البحث جارية. هناك عملية بحث مستمرة على مدار الساعة سواء في المستشفيات أو لدى السلطات السعودية. بنرصد حالات الوفيات، ولكن ما هو متاح حاليا هو حالات الوفيات فقط في البعثة الرسمية. وكما ذكرت، نحن نتحدث عن 31 حاجا فقط من حوالي أكثر من 50,000 حاجة. وبالتالي احنا ما زلنا في عملية رصد للوفيات في الحجاج غير النظاميين، وان شاء الله ممكن يبقى يتم اعلانها لاحقا في حينه بعد ما نرصد كافة الاعداد التي سيتم التثبت منها في هذا الصف. طيب، احنا كان الدولة عملت منظومة
على مدار كام سنه اللي فاتوا خاصه باركود خاص ببوابه العمره، وانه اي حد بيروح المملكه العربيه السعوديه حجه او عمره لازم يبقى عن طريق هذه البوابه. ماذا عن هذا الاجراء؟ في الحقيقه يا فندم ده كان جزء اساسي من التوصيات اللي تم اعتمادها اليوم في لجنه كانت مشكله سابقا لمتابعه اوضاع الحجاج المصريين بالاراضي السعوديه، واللجنه دي كانت بتضم مختلف الوزارات والجهات المعنيه. طبقا للتوصيات الصادره عن اللجنه في نقطه اساسيه مهمه اشارت اليها اللجنه، اهميه العمل كنظرة مستقبلية، أهمية العمل على وضع آليات لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها بالتنسيق مع الجانب السعودي الشقيق وعن طريق وزارة الخارجية المصرية، وذلك يعني عملية التنظيم سواء قبل أو أثناء الحج لمنع التكدس. ده من نقطة. كان في نقطة تانية برضو تم التوصية بها، هي أن وزارة السياحة والآثار تقوم بمراجعة كشوف التأشيرات للدخول للأراضي السعودية عشان تتأكد أن شركات السياحة بتصدر البار كود اللي حضرتك بتشير إليه، وبالتالي أنه يتم إلزام الشركات بتلك بإصدار البار كود، وفي حالة عدم التزام أي شركة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. أيضا كان في توصية مهمة اليوم أنه وزارة السياحة والآثار تقوم بدراسة تعديل قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته. أيوة. عشان تشدد الضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة. نعم. وبالتالي نضمن أن الشركات تلتزم بالإجراءات الموضوعة ولا تخالفها مستقبلا إن شاء الله. طيب يعني دلوقتي أي حد هتأكد من الباركود ده من أي واحد النهاردة هيروح، ولو ثبت أنه في شركات سمحت أو إدت أو باعت الكلام ده هيتم اتخاذ اجراءات معاهم؟ بالضبط يا فندم. في الحقيقه يعني اليوم من ضمن القرارات اللي وجه بها السيد رئيس مجلس الوزراء هي انه تم رصد 16 شركه سياحيه بصوره مبدئيه خلف تعليمات الحج الموضوع وخلف اصدار تاشيرات الحج في الاطار الرسمي، وبالتالي سفرت الحجاج ولم تقدم لهم أي خدمات، وبالتالي بناء عليه سيتم سحب رخصها وإحالتها إلى النيابة وأيضا إلزامها بدفع تعويضات للحجاج، لأنه لابد من محاسبة أي شركة لا تلتزم بالضوابط الموضوعة للحج. طيب فيما يتعلق أيضا بال الإجراءات اللي ممكن يعني نتلافاها، واحنا عايزين نتكلم كمان عن المستقبل حتى لا يتكرر هذا الامر، هل تم مناقشه ذلك النهارده ولا ده ممكن يبقى في اجتماع لاحق؟ انه مش عايزين يحصل اللي حصل، انه اي حد يتوجه الى الاراضي المقدسه يكون هناك من خلال مصر بالتنسيق مع الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي ابقى عارف كل حج رايح الاراضي المقدسه ويبقى هناك مسؤوليه عن هذا الامر. بالتأكيد يا فندم، ده من ضمن التوصيات اللي أشرت إليها، هيتم التنسيق مع الجانب السعودي الشقيق لوضع كافة الضوابط مستقبلا الخاصة بإصدار التأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها من ناحية، ومن ناحية تانية سيتم تعديل قانون شركات السياحة، وأيضا سيتم العمل على تطبيق أو متابعة الشركات من قبل وزارة السياحة لتطبيق أي إجراءات عقابية على الشركات المخالفة، بجانب أيضا أنه من ضمن التوصيات المهمة هي أنه يعني التنسيق مع الجهات المعنية أو الجهات المعنية في الدولة ستقوم بمتابعة كافة الشركات وتوقيع أي غرامات على أي شركة مخالفة. فإذا يعني التحرك المستقبلي هيحمل شقين، شق المتابعة من جانب الجهات الرقابية وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار من ناحية. أيوة. ومن ناحية تانية سيكون هناك شق التنسيق مع الجانب السعودي ضمان وضع آليات لإصدار التأشيرات حتى لا تتكرر تلك المشكلة مستقبلا، لأنه كما أشرت لحضرتك نعم. في العديد من المواطنين بيدخلوا بتأشيرات غير تأشيرات الحج، وللأسف بيتسللوا عقب ذلك إلى الأراضي المقدسة لأداء المشاعر، وعشان كده يعني ده يمكن ده اللي خلى النهاردة الاجتماع مجلس الوزراء ناشد المواطنين الالتزام بتأدية مناسك الحج في والعمرة من خلال الأطر الرسمية، اللي هو محتاجين يعني أولا توعية أكتر، محتاجين شغل أكتر، محتاجين كمان زي ما بقول كده احنا
يهمنا الناس تؤدي المناسك وتؤدي الفريضة دون أن يتتعرض أرواحهم لأي خطر. الدولة كلها حريصة على ده. ده طبعا الدولة حريصة على هذا الأمر، ولذلك كل الجهات المعنية على رأسها وزارة السياحة، وزارة الخارجية، كافة الوزارات المعنية ستقوم بدورها في هذا الصدد. ومن ناحية تانية بنناشد المواطنين أيضا الالتزام بالتعامل مع الشركات أو الجهات المعنية من خلال الأطر الرسمية، عدم الذهاب إلى الأراضي المقدسة إلا في إطار الضوابط الرسمية اللي بتضعها الدولة من خلال الحصول على تأشيرة عمرة، إصدار الباركود، وضمان الحصول على كافة الخدمات لدى الوصول إلى الأراضي المقدسة. فإن شاء الله المنظومة ستتكامل من خلال التعاون ما بين كافة الجهات المعنية. لكن حتى الآن ليس لدينا، لأنه في بعض الأرقام بتطلع على موقع التواصل الاجتماعي، وعادة ما بحبش ألجأ لهذا الأمر وأحب ألجأ للمصادر الرسمية، أنه ناس بتتكلم على أعداد كبيرة جدا. ما عندناش حاجة بتقول بيانات حتى الآن دقيقة، حتى الآن أنه ما عندناش أسمائهم حتى. يعني حتى الآن يعني خلينا حتى يعني يكون هناك أكثر دقة أستاذ أحمد، خلينا أننا ننتظر لعملية الحصر الجارية حاليا. عملية الحصر الجارية مين بيتولاها؟ بتتولاها طبعا كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الخارجية من خلال البعثة الموجودة اللي على الأرض، ومن خلال طبعا القنصلية المصرية. القنصلية المصرية لديها غرفة طوارئ، ولديها فرق منتشرة في كافة المناطق للبحث عن المفقودين وتقديم الدعم للمواطنين المتواجدين في المستشفيات. فعملية الحصر بتدور حاليا على الأرض، جارية حاليا على الأرض، وإن شاء الله بمجرد ما ستنتهي سنعلن مستقبلا عن أي تفاصيل إضافية. ماذا عن المصابين أو المرضى اللي موجودين في المستشفيات في المملكة العربية السعودية؟ بالنسبة للمصابين بيتم متابعتهم من قبل القنصلية المصرية، والقنصل العام المصري كان اليوم في زيارة لبعض المستشفيات، وقام بنفسه بزيارة بعض السادة الحجاج المتواجدين في المستشفيات. وإن شاء الله يعني أيضا وزارة الخارجية سواء من غرفة الطوارئ التابعة للقنصلية المصرية في جدة أو غرفة الطوارئ في القطاع القنصلي في وزارة الخارجية في القاهرة لديهم أرقام طوارئ تم الإعلان عنها اليوم، يمكن التواصل معها في حالة رغبة أي مواطن في الاطمئنان على ذويه في الأراضي المقدسة. طب سيادة المستشار محمد، لأنه عشان بس نتكلم في مسألة الأرقام، حضرتك قلت لي قلت الرقم 31 دول حجاج اللي هم سافروا بطريق رسمي ضمن البعثة الرسمية. توفاهم الله 31 حاجا توفاهم الله جميعا نتيجة أمراض مزمنة. 31 حاجة من ضمن 50,700 تقريبا، أكثر من 50,000 حاجة. نعم. فبالتالي العدد بسيط جدا. أما الحجاج غير النظاميين فجاري حصر الأعداد، خاصة أنه لا توجد قاعدة بيانات ليهم، وبالتالي جاري حصر الأعداد. وإن شاء الله يعني هل جالكم شكاوى، جالكم بلاغات من أسر مفقودين متوفين خارج البعثة الرسمية؟ بالتأكيد يا فندم، يعني في العديد من الحالات سواء تم إبلاغ القنصلية المصرية في جدة مباشرة أو عن طريق وزارة الخارجية بيتم إبلاغهم وبيتم الحصول على البيانات وبيتم التنسيق مع الجانب السعودي الشقيق للبحث عن سواء المفقودين في المستشفيات أو ممن توفاهم الله. مستشار محمد الحمصان المتحدث باسم مجلس الوزراء بشكرك شكرا جزيلا. عايز أقول لحضراتكم من أول إبريل اللي فات وزارة السياحة عملت تقريبا 14 أو 15 أو 16 بيان. بتقول في إيه البيانات وزارة السياحة؟ بتقول لينا للشعب المصري لو سمحتوا خلوا بالكم الحج محدش يروح إلا بتأشيرة حج، محدش يروح شركات مش معروفة أو كيانات وهمية. طلعت بدل البيان بقول لحضرتك 14 او ربما 16 بيان في الفتره من اول ابريل الماضي، اللي هو توعيه او تحذير او يا جماعه خدوا بالكم في شركات، في كيانات وهميه، في ناس بتنصب، في نصب. حصل نصب؟ وسمسره؟ نعم. وتربح؟ نعم. والنيابه عامه اعتقد ان النهارده تم احاله 16 شركه للنيابه العامه، والعدد هيزيد مش 16 بس،
مش هيقف عند 16، العدد هيزيد في حاجات اخرى، كيانات اخرى متورطه او شركات اخرى متورطه، بس ده لانه في تحقيقات وفي شغل في هذا الملف، وهيتاخد اجراءات في منتهى القوه والشده، لانه ما ينفعش ولا روح، مش هتكلم على 31 ولا اتكلم على 40 ولا اتكلم على 5، ما اعرفش الارقام، لكن بتكلم ولا روح. عايزين الناس تروح تحج وترجع بالسلامه. ما ينفعش تودي ناس او تضحك عليهم وتقول له روح واستخبى وبعدين روح حج، ده مسموش، اسمه انت بتنصب على الناس، ان انت بتودي الناس للهلاك. مفيش حاجه اسمها كده. لازم انا رايح بطريق شرعي ورسمي، رايح عارف هقعد فين واتحرك بتوبيس امتى وليه خيمه وليه مكان، واعرف رايح وراجع بالسلامه. انما روح وتوكل على الله، كلنا بنتوكل على الله، ولكن دي مشاعر، اللي هو اما يتحرك من مكه عشان يوصل عرفات في 20 كيلو هيوصلهم في كام ساعه؟ عمره 70 سنه او عمرها 60 سنه او 50 سنه، والله حتى لو 30 سنه، طب والله لو 20 سنه. احنا كنا احيانا نجري من منى لما الاتوبيسات تقف، الدنيا بتقف فجاه كده، فنسيب الاتوبيسات ونجري عشان نروح الجمرات. جري، تجري فين؟ درجه حراره ايه ورطوبه ايه وكثافه رهيبه جدا جدا، فتقول يلا ناخدها ماشي احسن الاتوبيسات، وانت شاب بتوصل الجمرات مش قادر تاخد نفسك، مش قادر تاخد نفسك. انا بكلمك على شباب، ما بالك بكبار السن، ربنا يمتع الجميع بالصحه. هيوصل الجمرات ازاي مع الزحام ده؟ هيرمي ازاي؟ هيرجع تاني ازاي؟ هيروح الحرم ازاي عشان يطوف؟ هيرجع تاني عشان يقضي ايام التشريق في منى ازاي؟ ازاي التفكير؟ ازاي ان انا افكر اضيع ناس كده عشان احقق مكاسب على حساب ارواح بشر اهلهم منتظرين انهم يرجعوا لهم بالسلامه؟ يرجعوا لهم ازاي؟ رجعوا ازاي؟ للاسف الشديد. عشان كده الدوله تاخد اجراءات هي الاقوى. الموضوع ده ما فيهوش هزار، الشركات دي تحاسب، واي حد اخطا واجرم في حق حجاج لازم يحاسب. حجاج زي ما بقول كده، ما ينفعش ابدا اسيب شركه او اي حد يصفر واحد ويضحك عليه وفي الاخر يموت وهو مسؤول عنه. انت صفرته مسؤول عنه لحد ما يرجع، مسؤول يرجع بالسلامه. ربنا يرحم الجميع ويرحمهم جميعا ويرحم الجميع يا رب. حق الناس، وانا بقول كده على الهوى، الشركات دي حساب فوق الخيال عشان حققوا ارباح بالملايين، والامر في ايد النائبه العامه، معالي النائب العام سياده المشاور محمد شوقي، الاجراءات الردع الكامل ضد هذه الشركات. ما ينفعش هذا الموضوع يتكرر تاني، ما ينفعش حد يسافر من مصر ابدا الا ومعروف في عندك البوابه، عندك الباركود داخل، ما ينفعش ابدا. انا عارف اللي رايح يبقى انا مسؤول عنه، ونسق مع اشقائنا في المملكه العربيه السعوديه اللي هم مسؤولين عن كل ال 2 مليون يبقوا موجودين، عن امنهم وسلامتهم ويرجعوا لبلادهم سالمين غانمين زي ما بيحصل. اللي حصل السنه دي مختلف، عشت، انا بحكي لكم لان انا رحت مرات وشفت وعشت الكلام ده وعشت التجربه، عشت الوقت ما قدام، شايف الحرم، شايف الطواف، شايف الطواف، تشوف الاعداد وهي بتطوف في وقت واحد أو سعي في وقت واحد، شايف؟ شايفين حضراتكم؟ ما هو أي واحد بيبيع الوراق، في ناس ما عندهمش إلا نفسه يحج، ربنا يكتبها للجميع. بس أنا بقول إنه مش عايزين الموضوع ده، إنه في حصل شركات تحايلت ونصبت، وأنا بقول على الهوى نصبت، هذه الشركات نصبت على الحجاج، لازم ردعوا حساب. سيد احمد عيسى وزير السياحه، هذه الشركات وكل واحد فيها، معرفش في اجراء يتعمل من النيابه او غيره، معرفش الكسب غير، يعني معرفش في اجراءات تتاخد، لانه زي ما بقول كده حقوق كمان الضحايا، حقوق المتوفين. موضوع ده موضوع اولويه لينا كلنا،
حتى لا يتكرر. نبدأ من النهاردة نشتغل السنة الجاية بإذن الله. نتعامل إزاي مع الملف ده؟ ما يحصلش ده تاني إزاي؟ ننسق مع المملكة العربية السعودية بالكامل. ما يبقاش عندي حد هناك راح في رمضان عندهم تأشيرات زيارة، مملكة صاحبة قرار في كل إجراءاتها، ما حدش بيتدخل في شؤون المملكة العربية السعودية ولا حد، ولكن بقول بيدوا تأشيرات. دي مسألة خاصة بيهم هم. لكن بتكلم هنا أنا كمصر، أنا كحج مصري. وأنا ماشي من هنا وأنا رايح حج، يبقى في جهة معنية مسؤولة عني. هذه الجهة زي ما 50,700 راحوا بيرجعوا. بتكلم على 50,700، مش بتكلم على 100 واحد ولا 1000، 50,000 حاج. عايز أقول لحضراتكم البعثات المصرية من أنجح البعثات اللي بتبقى موجودة في الأراضي المقدسة. أقول لكم شاهد عيان سنوات طويلة، بشوف الناس بتعمل إيه. ناس ما بتنامش. لما حد يلحق يجي يسأل مش لاقي فلان ولا مش لاقي علان، الحق شوف شوفوا بيدوروا إزاي. ويقعدوا يروحوا فين؟ ما يناموش، لأن كل واحد بيبقى مسؤول عن مجموعة، عن فندق مثلا، مثلا الفندق ده مسؤوليته، الأتوبيس ده مسؤوليته، 50 واحد في الأتوبيس مسؤول عنهم بالكامل، يوديهم ويرجعهم ويطلعهم من الفندق وينزلهم بعد كده إن شاء الله يرجعوا بالسلام. مسؤول عن كل حاجة، عن أكلهم، عن ميتهم، عن الأمتعة بتاعتهم، زي ما بقول لحضرتك كده. إن يروح لأن هو رايح يؤدي فريضة، فهناك من يساعد. لكن التاني اللي قال له روح واستخبى ويوم التروية عليكوا على عرفات، ضيعته. حساب ايه؟ الاجراءات ايه؟ تحرك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اول على طول قليل، ليه؟ عشان يتشاف الموضوع ايه هو؟ ابعاده ايه؟ مين مسؤول؟ كل الجهات. وكمان نخطط من النهارده للسنه الجايه، من النهارده مش بكره، من النهارده للسنه الجايه. هنعمل ايه في المنظومه ديت؟ شركات السياحه او غيرها او اي حد. لو في عايز اقول لحضراتكم، انتوا عارفين قبل الحج وزاره السياحه مسكت كام كيان وهمي؟ كام كيان وهمي؟ 104 كيانات وهميه، 104 بيتاجروا في الحجاج، 104 كيان وهمي السياحه مسكتهم، مسكت الناس المسؤوله عنهم. طب تخيل مسكوا دول، ما اكيد في ناس ثانيه محدش مسكها. وعملوا محاضر يمكن ل 10 15 واحد، محاضر مخالفات. طب انت بتراعي ربنا في ايه؟ يعني انت عارف انه في حجاج لاول مره يركب طياره، اول مره. زمان كان الناس تتكلم على الحج البري، طب الحج البري ما شاء الله ما حصلش، ما كانش فيه مشكله. الحج البري ما حصلش فيه مشكله لانه منظم، منظم. ادي اهو في شهر اهو، ادي وزاره السياحه امتى؟ فبراير، 8 فبراير. ادي اهو لسه بقول لكم اهو، افاد لجان وكذا 72 كيان غير شرعي في مجال، واتخاذ اجراءات 35 كيان بيعمل في تنظيم وبيع الرحلات، و37 كيانا اخر يزاول النشاط بيع برامج الحج والعمره. ادي وزاره السياحه حضرتك، ادي 8 فبراير. بقول لحضرتك لسه بقول لك اهو، ادي البيان اهو واضح. يعني انت مسكت اهو، يعني في ناس كيانات غير مرخصه سياحيا. يا جماعه، يا جماعه، لازم كلنا عشان اهلنا ونخاف على اهالينا نبقى شايفين الحكايه صح. وارجو دكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، واحنا كمان في الاعلام، كلنا دورنا، دور المسجد في كل زاويه وكل قريه، التوعيه مبكرا. ما تروحش الحج الا مع جهه رسميه. ارجوكم يا شيوخنا الافاضل، يا أئمة أفاضل، فضيلة الإمام وشيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب، دكتور محمد مختار جمعة، يا علماء، أرجوكم لو سمحتوا، لو سمحتوا، أولوية أرواح الناس، أرواح البشر، أرواح الناس في كل مكان، الحفاظ عليها.
اعملوا التوعية طول الوقت، وعوا الناس مش رايح عشان اموت، مش رايح عشان اموت. الدين الصحيح، تعليم الدين الكريم، قولوه طول الوقت للناس، عرفوهم يعملوا ايه ما يعملوش ايه. معقولة يعني نفضل الموضوع ده كل شوية نتكلم فيه؟ هنتكلم ونتكلم عشان احمي ارواح الناس، ما يروحش الا عن طريق جهة رسمية، ما يروحش لحد ما يعرفوش، ما يروحش لحد يقول له روح وزوغ. ما فيش حاجة اسمها كده، في قوانين لدولة، المملكة العربية السعودية حاطة قوانين لازم احترمها، لازم احترمها. زي ما انا هنا في بلدي بطالب اي حد موجود على ارض مصر يحترم قوانين مصر، زي ما انا بروح اي مكان بحترم قانون الدولة اللي انا رايح لها. انا رايح زيارة يبقى رايح زيارة واخلص وارجع، رايح حج يبقى رايح حج خلاص، رايح عمرة يبقى رايح عمرة خلص وارجع. ما ينفعش حد يتحايل، بيتحايل على ايه؟ ليه؟ لازم توعية، توعية في كل شيء، لازم نعرف الحكاية أولها إيه وآخرها إيه، لأن إحنا في الآخر عايزين الموضوع يبقى يعني اشتغل بشكل كبير وبشكل مهم، عشان زي ما بقول كده نرجعوا بالسلامة إن شاء الله، وبعد ونرجع بالسلامة زي ما حضراتكم بتشوفوا كده، والناس ترجع بالسلامة. طبعا ده اللي يهمنا عشان حتى لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى، لا يتكرر. عشان كده النهاردة اجتماع خلية الأزمة اللي ترأسه دولة رئيس وزراء، اجتماع مهم جدا، وده يمكن هذا الاجتماع اللي طبعا التكليفات اللي صدرت والقرارات اللي اتخذت النهاردة وهي في غاية الأهمية. خلينا نروح لملف مهم وملف آخر. وكالة التنمية الأمريكية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من يومين كده، من ثلاثة أيام، أول امبارح يوم الخميس، وكالة عاملة إيه في اليوم العالمي للاجئين. فراحت الوكالة وهنا السفارة الأمريكية، والوكالة لما تحط خريطة مصر تعرف حدود مصر كويس أوي، تعرف ايه حدود مصر كويس أوي. ما ينفعش ابدا تعمل كده، ده امر عيب، عيب على الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، عيب تنزل خريطة مصر غلط، غلط غلط، بقول لهم غلط. هنا في سيادة مصرية، عندنا خط كامل على حدودنا، هنا الخارجية المصرية لازم تتحرك تقول لهم الخرائط اللي عندهم دي يشوفوا الخرائط الصحيحة، نبعت لهم هي عندهم الخرائط. ليه بيعملوا الكلام ده دلوقتي؟ مسألة مريبة وغريبة جدا من وكالة الأمريكية للتنمية إنها تحط الخريطة دي من غير كامل الحدود المصرية. دي مش حدود، دي حدود غلط، دي حدود غلط. ده مش حدودنا، حدودنا وريها لكم، وريها لهم هم كمان، وانا بقول ده عشان يعرفوا تاني. من ادي حدود مصر، دي خريطة مصر، الوكالة الامريكية للتنمية لازم تعرف دي حدود مصر يا حضراتكم، هذه هي خريطة مصر ودي حدود مصر بالكامل اهي. لازم يعرفوا الكلام ده وما يجوش ينزلوها في اي وقت، ولازم يعتذروا. الوكالة الامريكية للتنمية الدولية عليها الاعتذار عن الخريطة الخطأ اللي نشروها على موقعهم وعلى صفحتهم، لازم يعتذروا عنها، يعتذروا، لانه ما ينفعش خلاص خلاص احنا خلينا في الخريطة بتاعتنا الرسمية، دي خريطة غلط دي الصحيحة، هذه حدود مصر وسيادة مصر على كافة حدودها قدامكم اهي بالكامل، حدودنا بالكامل يشوفوها، لانه ده كمان
مساله طبعا، ومتكلمين على ارقام معينه وحاجات معينه وكل الكلام ده ربما يعني زي ما بقول كده يعني الامور لازم هنشوف تفاصيلها بشكل افضل خلال الفتره القادمه. خلينا نشوف اخبارنا ايه الليله. CNN عن مسؤول امريكي رفيع حول جبهه لبنان واسرائيل، واضح الجبهه دي ربما انه واضح فيه تطورات كبيره جدا، فتره خطيره جدا وقد يبدا شيء ما دون سابق انذار. جوتيريش الامين العام المتحده خائف من التصعيد بين حزب الله واسرائيل، العالم لا يحتمل غزه اخرى. واشنطن تحسم مساله نشر قوات على الارض في حال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. طبعا هم موجودين دلوقتي، يبقوا موجودين بحامل الطائرات ايزنهاور، وطبعا دي جاي عشان دعم إسرائيل. أكيد هي جاي تعمل إيه يعني؟ مش محتاج ينشر قوات، ما هو عنده كل حاجة موجودة. حامل الطائرات الأمريكية ايزنهاور ترسو مؤقتا شرق هي مش شرق المتوسط، هي رايحة لإسرائيل عشان تساعد إسرائيل إذا حصل عليها هجوم من حزب الله. كندا تطلق عملية إجلاء 45 ألفا من رعاياها في لبنان. الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان بأسرع وقت ممكن. وزير الإعلام اللبناني يعلق على أنباء سحب دول غربية سفرائها، وبيقول وزير الإعلام اللبناني بيقول والله لا يعني الكلام ده مش دقيق قوي، وانه الموضوع يعني نفى وزير الاعلام اللبناني في حكومه تصريف الاعمال زياد مكاري، وقال لك انه ده لا مش صحيح، وقال انه في مواقع الكترونيه بثت اخبار واخبارا لا اساس لها من الصحه، وزعمت ان دولا اوروبيه وغربيه زي المانيا والنمسا بلجيكا هولندا فرنسا بريطانيا ايطاليا اسبانيا تسحب سفرائها من لبنان، وقال انه ده النمط من الاخبار ده يندرج في اطار حرب نفسيه وغالبا ما يلجا اليها العدو الاسرائيلي ويغذيها بمختلف الوسائل. وقال انه وزاره الاعلام اللبنانيه تهيب بالجميع انهم يعني يتاكدوا ويتوخوا الحذر في مثل هذه النوعيه من الاخبار. بوتين: روسيا ستطور تسانتها النوويه للحفاظ على توازن القوى بالعالم. بوتين يهدد بتسليح كوريا الشماليه، كان لسه في زياره مهمه جدا اليومين اللي فاتوا، اذا وصل الغرب امداد اوكرانيا بالاسلحه. ده اخطر تحالف. حامله طائرات امريكيه هي اخرى تصل الى كوريا الجنوبيه بعد ايام من زياره بوتين الى الشمال او كوريا الشماليه. أرمينيا تعلن اعترافها رسميا بفلسطين كدولة. مصر ترحب بإعلان أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين. يونيسيف تصاعد مخيف للأوبئة القاتلة بين أطفال قطاع غزة. سموتريتش يكشف المتطرف الصهيوني، وزير مالية الاحتلال يكشف في تسجيل صوتي عن خطة سرية لضم الضفة الغربية. ضفة، شوف بتكلم عليه ضفة، ده المخطط كله مش غزة بس، والضفة الغربية خلاص مش مفيش، هم ده اللي عايزينه، ده اللي عايزينه، ده اللي شغالين عليه لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل. بوتين: منتدى مدن بريكس بلس يقدم بداية لمبادرات جديدة. بريكس بلس اللي احنا أعضاء في هذا التجمع المهم، التجمع ده اللي هيكون ليه يعني توازن وهيعمل توازن كبير الفترة اللي جاية. بريكس أصبحت قوة موازنة أقوى من مجموعة السبع، يعني هتبقى مجموعة البريكس أو تجمع البريكس هيكون أقوى من السبع، مجموعة السبع. لوبان زعيمة اليمين المطرف في فرنسا بتقول قدام ماكرون أمام ماكرون ثلاث خيارات للخروج من الأزمة السياسية والاستقالة الأقرب، لأنه عندهم انتخابات يوم الأحد القادم الأحد 30، عندهم انتخابات في فرنسا اللي دعا ليها الرئيس ماكرون، انتخابات الجمعية الوطنية للبرلمان عندهم واللي هتكون يوم 30 يونيو إن شاء الله.
دكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم. النهارده جوله على المدارس، امتحانات الثانويه العامه. النهارده كان امتحان اللغه العربيه كان فيه صعوبه وشكوى من بعض الاسئله في النحو وغيره، ولكن الامتحانات تسير ان شاء الله رغم درجه الحراره المرتفعه. طلاب الثانويه العامه يكذبون شاومينج بعد نشره صورا لاسئله امتحان العربي. رئيس التامين الصحي الشامل كان بيتكلم دكتور محمد نعيط، 4.6 مليون مواطن اجمالي المنتفعين بالمنظومه في 4 محافظات. تبدا اليوم السبت موجه حاره جديده تضرب مصر. ترند الحرب العالمية الثالثة، دي تحذيرات من رئيس صربيا، ورئيس صربيا بيتكلم على اقتربت والحرب اقتربت، واتكلم فيه تفاصيل كتيرة. وطبعا كان عامل لقاء وحوار تلفزيوني وقال انه طبعا حذر من اقتراب الحرب العالمية الثالثة، وقال يعني مش هتكون بالظبط، لكن قال انه هيكون استخدامات للأسلحة وهيكون في توسع اكتر. وقال طبعا ما معناه كده انه روسيا الغرب عايز هزيمة روسيا، وروسيا مش ممكن تتعرض لهزيمة، وقال ده معناه انه الجميع هيدفع الثمن، وقال ان انا مش مستعد اضحي لا بشخص واحد ولا مليون. قال في البعض الحرب دي ممكن نتكلم على مليون الى 5 مليون ولا 10 مليون او ملايين من الاشخاص اللي ممكن يضيعوا حول العالم، وقال ان انا مش مستعد اضيع ولا واحد، وقال لكن في دول عايزة، وقال احنا مش هندخل في هذا السباق مع ضد روسيا. اكثر مشاهدة زيارة بوتين الى كوريا الشمالية على مدار يومين، ولقاء مع كيم اون رئيس كوريا الشمالية وزعيم كوريا الشمالية. هذه الزيارة التي حظيت به يعني تفاعل العالم كله على هذه الزيارة، الزيارة الاولى لرئيس روسيا منذ 24 سنة إلى كوريا الشمالية، وطبعا احتفاء كبير جدا من كيم اون بالرئيس بوتين زي ما حضراتكم بتشوفوا. طبعا استقبال كبير وتعاون كبير بين البلدين، وكان هناك توقيع للشراكة بين كوريا الشمالية وروسيا والدفاع المشترك بين البلدين، وإنه أي دولة تتعرض لاعتداء الدولة الثانية معنية بالدفاع عنها. وطبعا تم الاستقبال الرسمي في اليوم التالي بعد وصول بوتين، كان وصل بالليل، وثم في اليوم الثاني في الصبح عملوا له هذا الاستعراض وهذا الاستقبال الرسمي من الزعيم الكوري الشمالي. وهذا التحالف اللي عامل حاليا يعني مشكلة كبيرة جدا للغرب، لأنه طبعا روسيا مع كوريا الشمالية معهم الصين كمان مع بعض، ده تحالف ضخم وتحالف قوي جدا، وواضح طبعا تم الاتفاق على امور لم يتم الكشف عنها على الاطلاق. ولكن اللي تم الكشف عنه في الاتفاقيه الخاصه بالتعاون المشترك في التعاون في الدفاع المشترك عن اي بلد تتعرض لاي هجمات من دوله اخرى، فقالوا ان الدوله سواء تعرضت روسيا يبقى كوريا الشماليه معاها، العكس كوريا الشماليه تتعرض. عشان كده حصل يعني ردود فعل كبيره جدا على زياره بوتين الى كوريا الشماليه وتوقيع الاتفاق والمعاهده او الاتفاقيه للتعاون العسكري والتعاون المشترك بين روسيا وكوريا الشماليه. هذه الزياره اللي كانت يعني حديث العالم كله ولها تداعيات كبيره جدا، لانه كمان بوتين قرر انه هيزود كوريا الشماليه باسلحه على غرار الغرب بيزود اوكرانيا باسلحه، فقال احنا كمان هنزود كوريا الشماليه باسلحه، والاكثر من كده قال انه هيقوم بدعمهم وتقديم كل التكنولوجيا المتطوره اللي موجوده في روسيا، هيزود بها كوريا الشماليه على كل مستويات كله فيما يتعلق بالعسكري وغيره وغيره، هيزود كوريا الشماليه، وبالتالي هيكون في تعاون كبير جدا ما بين كوريا الشماليه وروسيا. هذه المنطقة هي لب الصراع في الفترة القادمة. بعد كده بوتين خد العربية وهو تولى القيادة مع كيم اون، وقعدوا طبعا مع بعض في العربية ومعهم 2 مترجمين، وهم طبعا في الطريق بوتين هو اللي بيقود هذه السيارة، والسيارة بوتين كمان اهدى عربية روسية الأحدث
وكان اهدى لكيم اون عربيه في زيارته من سنتين لروسيا، اداله عربيه واداله المره دي كمان عربيه، بقى عنده عربيتين روسيتين من الاحدث في المنظومه السيارات الروسيه. وبوتين يقود هذه السياره وطبعا مع بعض زي ما حضراتكم بتشوفوا كده في العربيه، ثم بعد كده نزلوا في نص الطريق، في نص الطريق في الجناين كده وقعدوا. طبعا بيبقى دي اهم لقاءات، اهم لقاءات في الهواء الطلق، انه يعني زي ما انت شايف كده ينزلوا مشوا يتكلموا مع بعض. هنا بيبقى ايه اهم كلام ممكن يتقال، او لقاءات في حديقه في جناين ما فيش الا الاثنين مترجمين، وزي ما حضراتكم تشوفوا كده ايه ولا في دماغهم ولا في دماغهم. ولكن طبعا كل ده كان عامل يعني دوشه كبيره جدا، او عملت ردود فعل كبيره جدا هذه الزياره المهمه جدا التي قام بها الرئيس بوتين الى كوريا الشماليه، ثم بعد ذلك توجه الى فيتنام طبعا. وايضا هناك ايضا التعاون الكبير ما بين روسيا والتحالف اللي بيحصل في هذه المرحله. وطبعا بوتين كان قال قبل كده انه خلاص الغرب بيستعد او بيستفيد، انه هو كمان انه خلاص بدات النهارده البنتاغون بيدي اوكرانيا حق انها تستخدم الاسلحه الامريكيه لضرب روسيا والعمق الروسي، وده اللي هيكون ربما ليه تداعيات، وده الاخطر في الفتره القادمه. ومحدش عايز طبعا لا حروب ولا غيره، الجميع النهارده المفترض الجميع يبحث عن السلام والامن والسلام للعالم كله، ولكن يبدو ان احنا مش رايحين لده، يبدو ان احنا مش رايحين لده، لانه الروس بوتين لو قال لك انه لو حصل هذا الامر له الحق انه يدافع بكل ما لديه من اسلحه في ومواجهه الدول اللي هي زودت. بصوا في اللقطه دي، قعد طبعا بوتين في شباك الطياره واقف اهو قاعد بيسلم كيم اون مع يعني الاسره مع قيادات مع وزير دفاع مع كل، بوتين قاعد في الطياره بيسلم وبيشكر، وهم طبعا واقفين بره بيحيوه، قعدوا واقفين لحد الطياره ما مشيت، طارت الطياره زي ما حضراتكم بتشوفوا كده. بوتين اهو يعني ممتن جدا لهذه الزياره، ممتن للتحالف، ممتن للتعاون طبعا مع كوريا الشماليه، وهي زياره تاريخيه طبعا. وبوتين واضح جدا الحفاوه قد ايه، وقد ايه ممتن بوتين من الطياره وهو طبعا يلوح، وطبعا الزعيم الكوري الشمالي زي ما حضراتكم شايفين لحد الطياره ما طارت ما مشيش، قاعد واقف. شايفين طبعا لما استقبله كان ايضا استقبال حافل واستقبال حار جدا للرئيس الروسي بوتين. حوار اليوم عندنا فقرتين النهارده، عندنا فقرتين. الفقرة الأولى هنتكلم النهاردة على مجلس الوزراء والبيان النهاردة، ونتكلم على يعني الحج، ونتكلم طبعا بشكل عام هيشرفنا الأستاذ باسل السيسي عضو اللجنة الفنية للحج السياحي وزارة السياحة والآثار. إيهاب، أستاذ إيهاب عبد العال عضو اللجنة الفنية للحج وزارة السياحة والآثار. دكتور وائل زعير عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. الفقرة الثانية أيضا موضوع مهم جدا أثار غضب الشعب المصري. كان في مجموعة الأفرو سنتريك عملوا زيارة الكام يوم اللي فاتوا للمتحف المصري، وبعدين بدأوا، أنتوا عارفين النهاردة هي مصر، أي حد عايز يبقى عليه حاجة كبيرة أوي لازم يستخدم اسم مصر، يحط مصر في جملة مفيدة، اتكلم على الحضارة المصرية، فهو يلاقي بقى زخم دولي ودعم والناس هي دي مصر. ولكن مصر الحضارة في العالم الأقدم في العالم، ولا حد هيقدر يأثر فيها، ولا حد هيقدر مهما اتكلموا مهما عملوا مهما تحدثوا مهما عملوا مؤتمرات وبره وفي أي مكان واتكلموا هي مصر وحضارة مصر وتاريخ مصر، لا حد هيقرب له ولا حد هيقدر يعني يشوهه أو حد هيقدر يغير تاريخ، ولا حد هيغير تاريخ أبدا على الإطلاق. هيشرفنا النهاردة العالم الكبير الدكتور زاهي حواس، هنتحدث عن الأفرو سنتريك والتي أثارت غضب الشعب المصري. ولكن تاني لازم أحيي الشعب المصري بصراحة، لازم أحيي كل واحد بيقف مع البلد، كل واحد بيساند البلد، كل واحد بيتكلم على البلد، وكل واحد يعني واقف بجد وبيدافع عن مصر ومنتهى القوة. وفي ناس عايز أقول لحضراتكم ما بيسيبوش حاجة، ولازم نحييهم
انه البلد عندها شعب، الشعب ده واقف معاها في كل حاجه، ما بيستناش، ما حدش بيقول لحد اعمل ايه، هي الناس لوحدها. لقوا حد بيتكلم كلمه سيئه عن مصر بتروح هم داخلين مع ناس كتير جدا بشوفهم بتابعهم بصراحه، لهم كل التحيه على كل مواقع التواصل الاجتماعي، بيدخلوا من جوه مصر من بره مصر دفاعا عن بلدهم. ولا تاني بقول ولا شيء، بالعكس بيتكلموا في كل واحد يعني، وناس متميزين جدا، مثقفين وناس عاديين ويعني طبقات مختلفة، وكل واحد فيهم بيفند كل أكاذيب تروج عن مصر. تلاقيهم يتصدوا كلهم، يدخلوا كده مع يعني، لهم كل التحية والله، كل واحد يعني أسماء كتيرة جدا. ودول طول ما فيه الناس زيت الشعب العظيم اللي لديهم هذا الحس الوطني الكبير وهذا الوعي الهائل للدفاع عن بلدهم، تبقى دايما مطمن على بلدك، دايما تبقى مطمن على بلدك، انه في ناس عندها وعي حقيقي وناس خايفة على بلدها بجد. يعني ممكن دول يبقوا كان من شهر مش عارف، لكن لا، في حاجات يقول لك ولا ايه، لا، مين ده ومين ده ومين اللي جاي يتكلم على حضارة مصر، ومين راح المتحف المصري، ومين اللي عمل، ومين دول، ومين اللي جابهم، ولازم كذا، ويتكلموا بمنتهى القوة. وبالمناسبة اللي يتكلم عن بلده ويدافع عنها يتشال على الراس. ولو حد كمان ينتقد، ينتقد أيضا له حق، حق الانتقاد، طالما هو عايز بلده الأحسن، عايز بلده الأفضل. عشان كده بقول لحضراتكم مهم مناقشة كل هذه الأمور وهذه القضايا، لأنه كمان الرأي العام لازم يبقى عارف ولازم يبقى شايف. ومفيش حاجة يا جماعة النهاردة بتستخبى، يعني أي حد يقولك الموضوع الفلاني مش عارف إيه والموضوع، لا لا ما بقاش، كل حاجة موجودة، يعني كل حاجة موجودة. ما هو لو مش عندك عندي غيرك، لو مش عندي غيرك عندك، فبقى كله متشاف النهاردة، يعني كل حاجة موجودة ومتاحة والناس عمالة تشوف. فمهم كمان يعني النهاردة يكون معانا العالم الكبير دكتور زاهي حواس. دكتور زاهي حواس اسم في العالم، عنده مصداقية على مستوى العالم، فعندما يتحدث الدكتور زاهي حواس خلاص هو اللي يتكلم، محدش تاني، في حد تاني اللي يفند أي مزاعم، أي حد يتكلم على بيحاول، في ناس عمالين يروجوا، ما يروج. طب هو اللي روج ده مثلا عنده ايه؟ مين يعرفه؟ في امريكا ولا في افريقيا ولا في مصر ولا في العالم؟ مين يعرفه؟ كم واحد يعرفوه؟ يهزنا ولا شيء. بس خدوا الموضوع على انه مسائل، محدش ياثر على مصر. لا، مصر اسمها مصر العظيمه. حضاره الاقدم 7000 سنه، احنا بنتكلم على 100 سنه ولا 200 ولا بتكلم 7000 سنه. دي حضاره مصريه موجوده ومستمرة بفضل الله، ومستمرة بفضل الله، ولا حد يقدر يغير لحدودها أبدا، ولا شعبها أبدا. الشعب المصري العظيم تعرض لإيه؟ شوفوا الفارق، مع احترامنا للكل من غير ما حد يزعل يعني، ولكن نيجي نتكلم على حضارة شعب، شعب بيحب بلده بجد، الشعب ده تعرض آلاف السنين ليه مشاكل وتحديات، وأكبر تحدي واجه مصر في 2011، ثم ثورة 30 يونيو العظيمة اللي هنحتفل بيها الأسبوع الجاي إن شاء الله، وما جرى بعد ثورة يونيو، وجماعة الإخوان وحكم سنة حكم الإخوان، أسوأ سنة في تاريخنا. الشعب ده عمل إيه؟ خاف على بلده، خاف عليها، حافظ عليها. الشعب ده ما قررش انه يسيب مصر، لا، رغم انه بيتهدد كل يوم انه هيتقتل، هيتسحق، مش قالوا كده هنسحقكم زي النهارده كده، زي النهارده، افتكروا اليوم ده يوم 22/6/13، زي اليوم ده بالظبط طلع المجرم اللي اسمه عاصم عبد الماجد والمجرم الثاني اللي اسمه طارق الزمر، قال لك هنسحقكم يوم 30/6، واسمه ايه محمد، اسمه ايه الهربان ده،
كلهم هربانين مش كده؟ وقالوا كده وهددوا كده وعملوا كده وقتلوا فعلا. هل الشعب المصري ده قرر يلا اخد بعضه واسيب البلد واروح بلد تانية؟ اعدي البحر واروح وهاجر؟ لا، ده تمسك اكتر بالبلد وخاف على مصر اكتر، عرف ان الناس اللي بتحكم دي خونة فتمسك رغم انهم ايه بيهددوه بالقتل، ما ساب لهمش البلد ومشي، حافظ على بلده لانه لقى بلده بتتغير، هوية مصر بتتغير. رفض، بيدافع عن الهوية وبيدافع عن الدين وبيدافع عن أرضه، ما سبناهاش ما سبناهاش. احنا نتمسك بيه، بنحب أراضينا ونحب بلدنا، حب أراضينا حب بلدنا، عمرنا ما نتخلى عنها أبدا. لو أنت بتزرع زرعة، أقول لكم حاجة بس كده، تزرع الفلاح أو المزارع يحب يشوف أرضه ويزرع بنفسه ويروح يقعد في الأرض، يحب يشوف الزرع بتاعه، ما يمسكش التليفون ويتكلم يقول له أخبار الزرع إيه؟ لا، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها أخبار الزرع إيه؟ أنا أشوف بعينيا الزرع أخباره إيه؟ الزرع ده محتاج ري ولا مش محتاج؟ محتاج سماد ولا لأ؟ الحصاد السنة دي أخباره إيه؟ عملنا إيه؟ كل هو الفلاح أو المزارع يحب يبقى قاعد في أرضه، اسمها قاعد، متمسك في أرضه، براعي أرضي، بيشوف مساحات المساحة، حتى لو عنده قراط أرض، لو عنده قراط أرض يقعد يبص على كل حتة قراط، يلف كده عشان يشوف المية وصلت الحتة دي ولا ما وصلتش، وصلت الشجر دي ولا ما وصلتش، وصلت المتر ده ولا ما وصلتوش. هو قراط أرض، حتى لو قراط أرض، شوف بكلمك عليه. طب عنده 1000 فدان، 10 افدنه فدان، يبقى حريص، حريص على كل حاجه، حريص على يعني لو اقول ايه، الفول مثلا، فول يحصل حصل فيه دبل كده، فايه في بعض الافات، فيلحق يقعد يعني ناس. ليه بديك المثال البسيط ده؟ هو مثال بالمناسبة، المثال ده خده على بعضه كدولة كشعب بنحب أرضنا ولا نتخلى عنها. إحنا شعب لا يترك بلده رغم أي أزمات، يتمسك بها أكتر ويحافظ عليها أكتر ويدافع عنها اكتر، ان هو ملوش غيرها، ملوش غيرها. عشان كده تبقى دايما مطمن على مصر ومطمن رغم كل ازمه، لا دي شعب عظيم بيخاف عليها طول الوقت زي ما خاف عليها. احنا ما في 2013 ما خرجناش عشان زيت وسكر وكهرباء، لا 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 خالص، اتكلم على هوية بلد، بلد بتضيع، بلد بتضيع. فالناس نزلت 33 مليون ضد الأخوانة والتمكين وخطف البلد وتغيير هوية مصر. ده كان نزولنا في 30/6، أعظم ثورة في التاريخ. بيزعلوا أول لما نقول بيزعلوا، بس ما يزعلوا، ما احنا موجودين عشان نزعلهم، يعني احنا موجودين عشان نزعلهم ونضايقهم وننكد عليهم كمان. ده لسه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله يدينا ويديكم، يدينا ويديكم العمر يا رب. زي ما بقول لحضراتكم، ده مشهد تاريخي لازم تتذكروه، ما تنسوش. خروجكم يا مصريين في اليوم ده مش عشان زيت وسكر وكهرباء، لا لا لا، خرجتوا عشان بلدكم بتتخطف منكم، بلدنا بتتخطف، في تمكين وأخوانة، تمكين وأخوانة، في خطة لتغيير هوية البلد، خطة لتدمير البلد. فعشان كده، عشان كده كان اللي قدام حضراتكم ده
هو ده اللي احنا زي ما بقول كده اللي احنا نبقى شايفينه واللي احنا نبقى حريصين عليه دايما، شايفين بلدنا رايحة فين وبلدنا بفضل الله ان شاء الله زي ما بقول كده نفضل نتكلم ونقف ونتكلم وندافع عنها وتدافعوا عنها، وكل واحد في مكانه يدافع يقف مع مصر لأنها تستحق بجد، تستحق بجد. النهاردة قبل ما أروح لضيوفي الفريق الكامل وزير وزير النقل، النهاردة كان عامل جولة موسعة في ورش والمنشآت الخاصة بسكة الحديد ونقل النهري، وتحدث الفريق الكامل الوزير النهاردة عن استغلال كل الأراضي أو كافة الأراضي والمساحات لتشغيل الغير مطلوبة لتشغيل مجمعات الورش لتحقيق عائد مادي لاستخدامه في استمرار تحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين أو لجمهور الركاب. وكلم الفريق كامل وزير وزير النقل على التطوير معهد الإقليمي للنقل النهري، ولأن ده جزء مهم الفترة الجاية كمان بنتكلم على جزء مهم من النقل النهري مهم جدا. بالمناسبة كان عندنا من سنوات النقل النهري كان حاجة جامدة جدا في مصر، جامدة يمكن، وأنا يعني حركة نقل كان بتتم عبر نهر النيل، ترجع تاني إن شاء الله ويكون جزء إضافي كمان لمنظومة النقل وحركة النقل ونقل البضائع كمان زي ما بيتم في الفترة الحالية. تحدث الفريق كامل وزير أيضا لاستعرض المكونات مجمع والمنشآت والمباني الموجودة وعمليات الصيانة اللي بتتم، وطالب بإعادة مخطط شامل لتطوير المجمع والمباني التجارية اللي حواليه، ويكون طبعا ومباني إدارية، وطبعا اتكلم على الخطط التطوير الخاصة بالنقل النهري ومشروعات تطوير في الرياح البحيري والنوبارية وإزالة الاختناقات وأعمال الحماية الخاصة بالتكريك وغيره. وطبعا خد بإضافة لتطوير الطريق الملاحي أنا لسه بقول له حضراتكم عليه القاهرة أسوان، ده كان بالمناسبة كان شغال وكان في بواخر، كان في رحلات نيلية من القاهرة إلى أسوان، انتوا ناس نسيت في رحلات نيلية من القاهرة لأسوان وكانت بتعمل يعني عايز اقول لكم سياحة كانت هايلة في الوقت ده، تاخد مركب من القاهرة لأسوان، انت متخيل مصر كلها يعني من شمالها لجنوبها، تبقى رحلة ممتعة جدا ترجع ان شاء الله وتكون احسن بإذن الله تعالى. الاختناقات توفير مسارات آمنة وخاصة للفنادق السياحية، إنشاء رصيف جديد في وادي ميناء وادي حلفة، تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل، وتطوير الطريق الملاحي القاهرة دمياط، رفع كفاءة هويس زفتة كما تحدث الفريق الكامل الوزير، وأكد على قيادات رئيس وقيادات هيئة العامة للنقل النهري باستمرار حملات تفتيشية ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية عشان كمان ضمان وحرصا على سلامة المواطنين واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية. نروح النهاردة للثانوية العامة ثم ضيوفي الكرام أستاذ باسل السيسي، الأستاذ إيهاب عبد العال، أستاذ الدكتور وائل زعير، ولكن نروح النهاردة للثانوية العامة. النهاردة امتحان اللغة العربية، ماذا جاء في امتحان اليوم وامتحان النهاردة؟ زي ما بقول لكم يعني إن شاء الله إن شاء الله بتعدي الامتحانات وولادنا ربنا يكرمهم إن شاء الله بإذن الله تعالى وفقهم، كان في بعض الشكاوى ولكن إن شاء الله يكون عندهم ثقة بإذن الله تعالى إن شاء الله يكرمهم بإذن الله. نتابع تقرير ثم فاصل وأستقبل ضيوفي الكرام. انطلقت اليوم السبت امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية المضافة للمجموع، وذلك بعد أن انتهى الطلاب من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل أجازة عيد الأضحى، وأدى الطلاب البالغ عددهم 745,086 طالب وطالبة بجميع الشعب علمي علوم علمي رياضة أدبي امتحان اللغة العربية، والتقينا بالطلاب قبل الدخول للجان الامتحانية. يعني إن شاء الله متفائلة بس يعني متوترة شوية بس. حاولت ألم على قد ما أقدر من كل الفروع بتاعت العربي، بس طبعا النحو هيفضل أزمة
صعبه يعني. ربنا معانا كلنا وان شاء الله يعني احنا عملنا اللي علينا، ربنا يقف معانا اكيد. انا تقريبا حلل فوق ال 500 سؤال نحو طول السنه، ف يا ريت يبقوا ليهم لازمه. العربي كبير يعني، مفيش حاجه مضمونه قوي يعني غير النحو والحاجات اللي انا ذاكرها. في اسئله اكيد هتيجي صعبه، لان برضه مين هيبقى اوائل او كده، لازم حد يفرق عن حد يعني. والنحو برضه يعني هو يعني في مفروض فكر، فمفروض ضمنه شويه، بس هو القراءه المتحرره يعني مش مضمونه قوي، والنصوص كمان. هو انا بالنسبه لي القراءه والنصوص كل حاجه دي شغاله حلو كويس يعني، التعبير حلو، النحو هو اللي ما بين الاثنين للامانه يعني. كنت ببص على عايز اضمن القراءه والادب والنحو كده كده ده اساسي يعني. واستمر زمن امتحان اللغه العربيه في جميع لجان امتحانات الثانويه العامه من 9 صباحا حتى 12 ظهرا، وبلغ عدد أسئلة كراسة امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 55 سؤالا، منها 4 أسئلة مقالية تتم الإجابة عنها في ورقة الإجابة المخصصة لها، وباقي الأسئلة اختيار من متعدد. وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة بخلاف الغلاف، والدرجة الكلية للامتحان 80 درجة. هم هي كويسين وملتزمين، وإن شاء الله ربنا يوفقهم في الامتحان، إن شاء الله يكون كويس كده. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن اللغة العربية يكونوا برضو هم مذاكرين، أهم حاجة، لأن أنت كده بتبني جيل مستقبل. مطمنة ربنا معاهم إن شاء الله، هم عملوا عليهم وبناتنا حلوين خالص طبعا بإذن ربنا، وهم واثقين في قدراتهم في ربنا أولا. تباينت آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة العربية، استمعنا إليه. الحمد لله يعني الحاجات التركات كانت بسيطه قوي يعني المره دي، والحمد لله يعني هننجح ان شاء الله ونجيب مجموع. اكيد اي امتحان بيبقى فيه حاجات سهله وحاجات صعبه وحاجات متوسطه يعني. كراسه المفاهيم ساعدتنا الصراحه يعني، كان في حاجات عرفتها يعني اتاكدت منها من كراسه المفاهيم. هو انا بس في نص اللجنه كده تعبت وعرقت وفاهم بطني اتقلبت، جابوا لي دكتور ودخلوني الحمام اديني برشامه وبقيت الحمد لله تمام وعرفت احل يعني. كان وحش، احنا عندنا اللجنه كلها في اللي قعدوا يعيطوا يعني ما قدروا، ما هي خلاص في يعني في توتر من كل النواحي. لجنه الامتحان داخل المجموع، الوقت احنا كل شويه بقينا بنبص في الوقت مش عارفين نركز، ان احنا كل شويه نبص في الوقت. الامتحان انا اول مره اشوف نصوص فيه اصلا تركات يعني، في حاجات لافه في النصوص يعني. كان في مستوى الطالب الحلو يعني. هو كان كويس يعني، انا كنت فاكره هيبقى يجي اصعب من كده، بس الحمد لله جه حلو يعني. الدنيا كانت لذيذه، بس اول مشكله كانت في النحو اساسي يعني، جه السنه دي قاسي حبتين. هو النحو لا كان صعب. العربي كان كويس بس في تريكات يعني، كان في تريكات بصراحه صعبه شويه. الامتحان كان الحمد لله كان كويس يعني، كان ما كانش سهل يعني، مش في مستوى الطالب العادي يعني، بس ايه يتحل يمشي حاله، مشكلته بس كان طويل قوي. طلاب الثانويه العامه ينتهون من اداء امتحان اللغه العربيه، وسط تباين لاراء الطلاب ما بين الامتحان السهل والسهل الممتنع. رصدنا اراء الطلاب وكذلك انطباعاتهم، كثير من الفرحه قليل من الدموع، ولكن طويت صفحة اللغة العربية في انتظار امتحان اللغة الإنجليزية الأولى. هاني النحاس لبرنامج على مسؤوليتي. برحب بضيوفي الكرام، الاستاذ باسل السيسي تحياتي لحضرتك. اهلا بيك حضرتك. دكتور وائل زعير تحياتي لحضرتك. يا اهلا بحضرتك. استاذ ايهاب عبد العال تحياتي لحضرتك. هبدا من عند حضرتك ايهاب بيه، ايه اللي حصل؟ احنا عايزين النهارده رئيس الوزراء عامل اجتماع خليه ازمه خاصه بحجاج المتوفين في الاراضي المقدسه، وطلعت توصيات وطلعت قرارات وخدوا اجراءات رادعه، ولسه ربما يكون في اجراءات اخرى. عايزين ايه اللي حصل؟ نلقي الضوء سريعا ثم هنتكلم على المستقبل ازاي نتلافى ذلك في المواسم القادمه. بدايه بنشكر حضرتك للاستجابه السريعه، لان احنا بنواجه بحمله شرسه جدا لقطاع شركات السياحه، لانه اغلب الاعلام توجه انه اللي نظم هذه الامور شركات سياحه. يجب توضيح اول انه احنا عندنا حصتنا كشركات سياحه 25200 من اجمالي زي ما حضرتك تفضلت في التحليل اللي قبل كده اللي كان في مجلس الوزراء 50250 او 750. هدي لحضرتك بيان سريع جدا، احنا عدد المتوفين عندنا في قطاع السياحه 10، منهم 9 فوق ال 65 سنه وفرد اقل من 65 سنه نتيجه امراض مزمنه. لا يوجد رصد لاي مفقودين حتى تاريخه.
رقم 3 لم يتم تحرير أي محضر ضد شركة سياحة، بل كانت هناك بعض مشاكل على الأرض هناك وتم حلها بالتعاون ما بين اللجنة الفنية ولجنة تسيير الأعمال والوزارة متمثلة في البعثة الرسمية الخاصة بمصر. معنى كده أن احنا في الشق الرسمي وهو الشق التأشيرات الرسمية المصرح بها من قبل مصر، احنا نجحنا بنسبة 99%. التزام، التزام كامل كامل. حضرتك قلت موضوع ال 17 شركة التي خالف 16 او 17، وزي ما انت قلت تفضلت سيكون هناك المزيد. مين دول؟ مين دول؟ هقول لحضرتك. هناك في لبس بين امرين. الباركود بينتهي العمل به مع انتهاء موسم العمرة. لا يستعمل باركود في الحج. فبالتالي دي معلومة مهمة. بالتالي الباركود لما بيترفع على السيستم والوزارة او بوابة العمرة بتوافق عليه من خلال جواز المواطن والتأشيرة التي حاصل عليها ايا كان نوعها من المملكة العربية السعودية، وتذكرة السفر. وركز على نقطة تذكرة السفر يا احمد بيه في النقطة دي، بيكون عليها تاريخ ذهابه وعودته قبل بداية موسم الحج. هذه التأشيرة مكتوب عليها من تحت غير مصرح له بالحج. مرحلة أخرى لما بيروح مكتب تسهيل بيمضي على إقرار أنه لن يقوم بأداء فريضة الحج هذا العام. صلاحية هذه التأشيرة 3 أشهر. فزي ما حضرتك تفضلت وقلت في البريفنج اللي عملته قبل كده، بيطلع المواطن لما بيتمسك بيطلع بيودوه جدة، ما بيقدرش يرحله لأن هو مش كاسر تأشيرة. احنا ككيان عندنا اكتر من 2300 شركة رسمية وحوالي 3000 فرع اخر. يعني كل دول بينظموا الحج ولا؟ يعني المركز الرئيسي اللي بينظم والمنفذ ليه اللي هو الفروع اللي بيعمل من تحت مظلتها. نعم. دايما بيطلع في الاعلام يا فندم شركات سياحة. شركات سياحة. شركات سياحة. ياخد كله زي بعض. سمعة شركات سياحة. سمعة شركات سياحة. بالعكس انت تحافظ عليها. ده المفترض. ولو عندك شركة بترتكب مخالفة انتوا تبقوا حريصين كلكم على انه احنا طلبنا يا فندم تغليظ العقوبة. في 12 شركة تم اتخاذ قرار بيها قبل الحج بالايقاف لمدة عام. نعم. النهاردة سيتخذ قرار بالغاء هذه الشركات. اللي هم ال 12 الاولانيين. ال 12 الاولانيين. غير ال 16. لا ده هم من ال 16. من ال 16. من ال 16. الغاء الترخيص وتحويلهم لنيابه الاموال العامه. لانه استخدام باراكود بدون ضمان ان المعتمر ده رايح وراجع. لا، الباراكود الغرض منه ايه؟ انا عندي مجموعه بسفرها. نعم. اتنين معاهم تاشيره مختلفه عن تاشيره العمره النظاميه عايزين ينضموا ليا. نعم. فانا بطلع له الباراكود. نعم. عشان انظم المجموعه ككل. والباراكود الغرض منه ايه؟ من انشاء البوابه متابعة المواطن المصري أثناء تقضية فريضة العمرة فقط. اللبس اللي حصل إن الباركود ده مش بتاع حج. مش بتاع حج. مش بتاع حج. طيب أروح للدكتور وائل وبعد كده الأستاذ باسل. اللي إحنا على مدار الكام يوم اللي فاتوا الناس كلها والحقوا النهارده وسيادة الرئيس كلف رئيس الوزراء أول إمبارح تشكيل خلية أزمة، عمل اجتماع مهم النهارده، خدوا إجراءات. هنروح فين في هذا الملف تحديدا؟ حتى لا يتكرر ما جرى. بص حضرتك خليني بداية لازم أفرق بين حاجتين، تأشيرة الحج الرسمية وتأشيرة الزيارة اللي تم استخدامها بشكل خطأ وكانت أعدادها كبيرة جدا السنة دي. التأشيرة دي المواطن بيروح نفسه وبيمضي على إقرار في تسهيل وهو بيعمل البصمة إن التأشيرة دي غير صالحة للحج. وبالتالي تم استخلالها بشكل خاطئ عن طريق بعض الكيانات الوهمية والسماسرة والوسطاء ان هو تنظم بيها حج زيارة. التحايل. التحايل عشان يطلع من الابواب الخلفية. بيوهم الناس البسطاء للأسف حج الزيارة، تعالى انا هنظم لك حج زيارة واعمل لك مخيمات بسعر ارخص من السياحة. وطبعا فرق السعر بيبقى بيغري بيه الناس بشكل كبير، فبيروحوا فبتكون النتيجة ان هو هناك بيقع عليه فريسة للي غرر بيه وسابه في درجات الحرارة العالية. درجة الحرارة في يوم عرفة تجاوزت
70 درجه مئويه في فتره منى تجاوزت ال 60 درجه. فالناس طبعا مشيت مسافات طويله لان ما فيش اتوبيسات ولا مخيمات. فنتج حالات الوفيات اللي موجوده. اما الحج السياحي طبعا زي ما تفضل استاذ ايهاب النجاح فيه كبير جدا على ارض الواقع. البعثات المصريه كلها نجحت، البعثات يعني المصريه يعني كلها سواء السياحه التضامن الداخليه كل البعثات الرسميه الحج بتاعها مر بسلام وامان. ما فيش غير الوفيات الطبيعيه اللي بتبقى نتيجه الامراض مزمنه، بتبقى كل سنه ممكن في اعداد بعض السنين اكتر من كده بالظبط. احنا نشدنا من شهر واحد لان كان عندنا توقع مبكر للازمه اللي هتحصل من كتر التاشيرات اللي موجوده، وطالبنا الجهه الاداريه ان هي توقف الباركود في فترة الحج. وكان الرد ان الايقاف هيبقى غير قانوني لان دي حاجة موجودة على البوابة. طيب الناس اللي معاها تأشيرات دي ماذا لو توجهت للمطارات؟ هيبقى ايه الحل؟ ما اقدرش امنعه، معاه تأشيرة سارية ومعاه تذكرة سارية، فطبقا للدستور اللي كفى لحرية السفر والتنقل للمواطن ان انا ما اقدرش امنعه. طبعا فاحنا محتاجين ان احنا الفترات اللي جاية هو ده اللي عايزين نشتغل عليه، تكثيف وتفعيل الدور الرقابي لشرطة السياحة والجهات المعنية كلها في القضاء على الكيانات الوهمية والسماسرة والوسطاء اللي بيغرروا بالمواطنين البسطاء تحت شعار ان هو يحقق له فريضة الحج بسعر معقول او مناسب. ادي رقم واحد. كويس. رقم اتنين عندي يبقى الناس الرقابة دي الرقابة على ارض الواقع. المداهمات اللي بتعملها شرطة السياحة والجهات المختصة. رقم اتنين الناس دي كلها منتشرة على السوشيال ميديا واعلاناتها ماليه الفيسبوك وماليه السوشيال ميديا كلها. يبقى انا عندي مباحث الانترنت تفعل دورها بشكل كبير جدا وتقدر تقبض على الناس دول ونتخلص منهم. الحاجه الثالثه عندي انا حصتي المفروض طبقا للمعمول به في العالم الاسلامي كله ان انا 1000 في المليون. فالمفروض ان انا نامي 110,000 تاشيره حج. انا باخد 50 فقط. فلو الدوله خدت بقيه حصتها وعملنا برامج مميزة لمحدود الدخل والبسطاء زي ما دايما فخامة الرئيس بيوجه نقدر نعمل ان المواطن يجي للحج الرسمي النظامي وما يروحش للابواب الخلفية. طيب اروح لبس البيت كمان عشان نسمع رائد. اتفضل. هو بس خلينا نرجع لورا شوية كده ونتكلم على ان احنا هناك تشكيل لجنة فنية تمت من قبل اتحاد الغرف المصرية الصحية وعدومة السيد الوزير كان هدفها دعم الحج السياحي. احنا كان عندنا انذار مبكر، توقعنا هذه الأزمة وعملنا مشروع لتنظيم مثل هذه التأشيرات وقدمنا المشروع بشكل رسمي لوزارة السياحة. كويس. وللأسف لم يؤخذ به. لو احنا كنا خدنا بالمشروع ده ونفذناه اعتقد ما كناش قعدنا في الموقف اللي احنا فيه النهارده. نعم. الجزء الثاني اللي حصل في شهر شوال لما لقينا السفر الإصدار الباركود بدأ يتزايد بأعداد هولمية توجهنا لوزارة السياحة وطلبنا منها وضع ضوابط لإصدار الباركود والحد من هذا الأمر. وبالفعل وزارة السياحة استجابت معنا لمدة 24 أو 48 ساعة. إلا أن بعد كده جالنا تعليمات أن لا يمكن نراجع الباركود لأن القانون البوابة ألزم شركات السياحة بإصدار الباركود. نعم. أصبح المواطن من حيث يأخذ الباركود ويسافر وعلى مسؤوليته. هو هنا ملتزم بالقانون. بيطبق قانون. وإذا على بالتالي شركات السياحة يجب ألا تحاسب على إصدار باركود. نعم. لكن تحاسب إذا أصدرت الباركود لتنظيم رحلات حج بالمخالفة مع القوانين. نعم. لكن خلينا نرجع شوية، مين المسؤول عن الموضوع؟ ليه هنجلد الذات قوي وننسى المسؤولية من قبل المملكة العربية السعودية؟ لا، قبل ما اروح لدينه هنا في نقطة مهمة. أنا بتكلم هنا عندي كيانات. ما هنا كيانات. مش في كيانات نظمت وكيانات وهمية. مظبوط. واتمسك أكتر من 100 كيان في شهر فبراير اللي فات. مظبوط. طيب في ولا مفيش؟ بالفعل في، احنا ما قلناش حاجة بس أنا بتكلم على إن الأول لا، الكيان ده أتعامل معاه إزاي وهو كيان ليس مسموح لي إنه ينظم حجة أو عمرة؟ هناك شرطة السياحة وهناك الداخلية، وزارة الداخلية هي ده دورها، أما دور وزارة السياحة فدورها عليها انها تحط النواحي الفنيه والنواحي الاداريه الخاصه بشركات السياحه، لكن احنا كنا بننقل المعلومه لوزاره السياحه في شكل حتى احنا كنا بناخد البيانات او الاعلانات اللي بتظهر على وسائل السوشيال ميديا ونبلغ بها وزاره السياحه، وللاسف هي وزاره السياحه دورها انها تاخد المعلومه وتنقلها، لكن التعامل الفعلي من قبل شرطه السياحه او الجهات المسؤوله ما كانش موجود. فبالتالي التنظيم الحقيقي لهذه الرحلات بعيد عن شركات السياحه
شركة السياحة دورها فقط إصدار الباركود لأن القانون يلزمها بإصدار باركود. طيب خلينا نروح لإيهاب بيه كمان عشان أيضا فيما يتعلق بالكيانات الوهمية. إزاي أواجه هذا الأمر؟ أنا ملتزم مع شركات السياحة الرسمية، شركة اللي واخدة ترخيص ولها التزام وبيطلع رحلات حج وعمرة ومنضبط، والراجل بيدفع كمان اللي عليه، إنما عندي كيانات بتضيع كمان، غير إنها بتضيع للناس وأرواحهم، بيضيع كمان أموال. طيب ماذا عن هذه الكيانات؟ أنا حسأل موجودة ولا مش موجودة؟ هسأل حضرتك سؤال. اتفضل يا فندم. هل هو السمسار ده وليد هذا العام في هذه الأزمة أو السنة اللي فاتت؟ لا 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 لا، ده بقاله سنين طول عمرها طول عمرها. بس كان الوضع عندنا محصن، العمرة كانت بتبدأ في تاريخ وتنتهي في تاريخ. نعم. ويبدأ بعد الانتهاء موسم الحج. نعم. يعني كان آخر واحد يرجع عندنا في العمرة وكان زميلي الأخ باسل، كنا نعم. في مجلس إدارة. أي. آخرنا 15 شوال آخر معتمر يرجع. والشركة اللي تتأخر عن عودة هذا المعتمر يتم محاسبتها. لأن أنا عندي الأسماء وعندي البيانات يا فندم، عارف كم واحد راحوا ولازم يرجعوا كم واحد رجع. احنا زي ما قال لك ايه الإجراء اللي كان بيتعمل لو ما حدش رجع او يعني ناس تخلفت، كان بيتعمل ايه؟ اولا بيتم الإيقاف من خلال المملكة العربية السعودية كانت بترصد هذه التخلفات. رقم اتنين، وزارة السياحة كانت بتحقق مع هذه الشركة وتعرف ايه اسباب تخلف، مثلا ممكن يكون خارج عن الإرادة نتيجة مرض او نعم. طيران في أزمة فامتدد المدة 5-6 أيام. نعم. ما كانش بيسمح بذلك. اللي أنا عايز أقوله لحضرتك إنه وجود هذه الكيانات لن تنتهي، لأنه هو يعني الوسيط موجود، ده اسمه بروكر سمسار. السمسار ده بره مرخص، أنا ما عنديش مشكلة. بس إزاي أحصن الصناعة؟ أحصن زي ما حضرتك حماية الحج. نعم. وهي أنا هزحم الناس. أنا بالظبط كده، بإجراءات وضمانات. حضرتك السيد المتحدث الرسمي قال على حاجة أنا كنت هقولها لحضرتك، الشيخ محمد الحمصاني. بالظبط. نعم. إحنا لازم نلجأ لوزارة الخارجية المصرية. أيوة. وهي المنوطة اللي بتمثل الحكومة المصرية أمام وزارة الخارجية السعودية وليس وزارة الحج. نقول لهم إحنا والله لن نقبل تأشيرات، لو سمحتم لا تمنحوا المواطنين المصريين تأشيرات زيارة بداية من شهر رجب إلى نهاية موسم الحج، وتقتصر مدة تأشيرة الزيارة شهر صلاحية للسفر وشهر إقامة بحد أقصى. في هذه الحالة ده مش مقترح، ده يجب أن يطبق، يجب أن يطبق، بل بالعكس السعودية بتاخد التنسيق بين وزارتي الخارجية المصرية والسعودية اللي بتمثل الحكومتين. حكومتين على فكرة، وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج ليسوا طرف في هذا الأمر. ده خارجية. نعم. ليسوا طرف. نعم. عشان كده السيد وزير الخارجية كان متواجد. نعم طبعا، عشان ينسق هذا الأمر. والسعودية بالفعل قامت امبارح بإيقاف التأشيرة البي تو سي اللي هي من البي اللي هي الشركة أو المنظم، لسي اللي هو الكاستمر اللي هو المستخدم النهائي، واوقاف تاشيره الترانزيت. هل ده رسمي ولا ده مجرد كلام على موقع التواصل الاجتماعي؟ لا يا فندم، لا لا، هذا رسمي، هذا كلام رسمي. وسيتم احنا من ناحيتنا احنا كلجنه فنيه، ايوه، توصياتنا للاسبوع ده انه هنرفع للسيد الوزير عشان يتواصل مع وزير الخارجيه بتاعنا بايقاف هذه المنصومه نهائيا، ونبدا العمره متأخرة بعد ما تفتح السعودية. على فكرة عشان تضمن مش من حقنا. بس العمرة خلاص، العمرة اللي جاية ما عندكش مشاكل يا فيه يا فندم. لا، ما احنا مش عايزين نبدأها بهذه المهزلة. ما احنا على فكرة احنا على المستوى التجاري خسرنا، لانه اغلب العملاء بقت تاخد البي تو سي ويجي ياخد من شركة السياحة الباراكود عشان يسافر بيه. مش محتاجك، ضيع ضرائب زي ما شركة السياحة مش بتاخد فلوس قصاد ده؟ الرسوم ال 2050 جنيه وياخدوا مبلغ بسيط مقابل اصدار هذا الباراكود. انا رافض هذا الامر. او يعني شايفه ان هو مش مجدي. لا، احنا لازم باراكود يبقى تأشيرة عمرة. مش تأشيرة اي نوع تأشيرة اخرى من طيب الانواع. بس دكتور وائل اتفضل. انا في نقطة بس في الحتة دي، احنا خلاص اللي حصل ده حصل، هل معنى كده ان احنا هننظر اللي جاي ما نبصش حتى على اللي فات ده، نحاسب الناس اللي اخطأت؟ النهارده حضرتك يجب ان لا، ما انت النهارده خدت قرار للنيابه العامه. مش كافي يا فندم. ايه اللي كافي؟ المفروض ان يكون في هناك منصه او لجنه تحقيق تستقبل من المواطنين معلومات وبيانات عن من تعامل معاهم. ما هي موجوده يا فندم، مش في موجوده في خليه ازمه موجوده لا لا بتتلقى. لا، انا عاوز يعلن. سالت المتحدث الرسمي مشرف المصانع من شويه، قال لك ايوه بيجي لنا، بتروح كمان القنصليه المصريه في جده والبعثات المصريه كلها تتلقى هذه الشكاوى والبلاغات. بنوجه للناس رساله من برنامجنا ده، اللي عنده مشكله عليه ان يتوجه، لانه ده هيساعدنا
ان احنا نعرف مين سبب الازمة الحقيقية، لان لو حد يقدم شكوى عن انه اتعامل مع سين من الناس او كذا هو او كذا هتبان حقائق احنا مش عارفينها لغايه النهارده. حكايه 16 شركه غير مقنعه بالمره ان هي السبب في الازمه اللي احنا فيها. هي جزء من الازمه واكبر من كده، جزء من الازمه. خليني دكتور وائل، ربما الجزء الخاص بتشديد العقوبات. النهارده مجلس الوزراء او دوله رئيس الوزراء النهارده تعديل قانون خاص بشركات السياحه لتغليظ العقوبات، مساله الضبط. خلينا نقول تغليظ العقوبات، دايما الشركات خاضعة لوزارة السياحة وخاضعة للضوابط المنظمة للحج والعمرة وخاضعة للعقوبات اللي موجودة في الضوابط اللي هو التوصيات. هو بيقول قيام وزارة السياحة بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 3877 تعديلاته لتجديد ضوابط إجراءات شركات سياحية منفذة برامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفاتها وتحديد مسؤوليات. تمام. احنا بالفعل الغالبية العظمى من الشركات، احنا 2500 شركة سياحة. لو اتكلمنا في ان 16 او 20 او 30 خلفه، نعم، فده بيتم عليه بتطبيق القانون بمنتهى الحسم عليهم، ما عندناش مشكلة. نعم. لكن ارجع للي كنا بنتكلم فيه مع حضرتك، ان احنا الكيانات الوهمية والوسطاء والسماسرة هم اساس المشكلة. هم اللي بيقدروا يوصلوا. احنا عندنا ازمة في ان شرطة السياحة تقوم بدورها، لان غالبية الناس اللي موجودة اللي بيتنصب عليهم وبيتم الاحتيال عليهم موجودين في الاقاليم وفي الصعيد. نعم. فشرطة السياحة قاعدين البسطاء في القرى وفي النجوع. السمسار بيروح له بيته. فشرطة السياحة عندها مشكلة في تطبيق هذا الكلام، يقدر يوصل له ازاي. فلازم اللجان اللي موجودة حاليا. نعم. اللي امر اللي شغالة دلوقتي دولة رئيس الوزراء بناء على توجيهات سيادة الرئيس السيسي موجودة في المطار. ايوه. انها تستقبل الناس وهي راجعة، تسألهم وتسألهم. ايوه. وتتكلم معاهم وتشوف مين اتعامل معاك، اللي ودا مين اللي خد منك ومين اللي سلم كويس. واللي سلم ده ودا لمين. تقدر توقع الشبكة كلها لها بسهولة كويس. لو انت وصلت للمواطن اللي اتنصب عليه وسألته. واحنا من 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 خلال برنامج حضرتك بندعو وعاملين مبادرة عندنا في من شركات السياحة وتحت مظلة غرفة شركات السياحة واللجنة الفنية واللجنة العليا. كل الكلام ده بالتواصل مع اهالي الضحايا نفسهم كويس. واهالي الناس اللي اتنصب عليهم اللي رجع واتنصب عليه. نعم. او عنده حد. نعم. مات من شهداء الحج هناك. نعم. انه يتواصل معنا. نعم. ويدينا البيانات بتاعته، واحنا كمان موكلين محامي انه هيشتغل في الموضوع ده بقوه لحد ما نجيب حق الضحايا اللي موجودين او اللي اتنصب عليهم. طيب بس البيه قبل نروح لإيهاب بيه كمان في الجزء الاخير، التنسيق اللي بيتم بين بعث الداخليه، السياحه، التضامن، الصحه، دي البعثات الرسميه اللي موجوده بيتم ازاي؟ ده الرسمي بيتم ايه؟ هو بالفعل بعثة وزارة الداخلية بيعتبر ان هي القيادة بالنسبة الجهاز التنفيذي. في موقع مخصص بيتم فيه لقاء لجميع البعثات، وفي تواصل باستمرار، وكل الداتا بالنسبة للحجاج موجودة لدى وزارة الداخلية سواء. نعم. من البعثات الثلاثة. البعثة الطبية احنا كقطاع سياحة مخصص لها مكان في موقع إقامة الحجاج. يعني كل موقع من مواقع إقامة الحجاج بنعمل عيادة عشان تقدم أي خدمات صحية بالنسبة للمواطنين هناك. الحقيقة ما عندناش أي نوع من عدم التفاهم أو في نقص تنسيق يعني. في تنسيق تام. وبالتالي احنا الحمد لله في نجاح بالنسبة للحج وما عندناش أي مشاكل فيه. نعم. المشكلة الحقيقة هي كانت في الأمر اللي احنا موجودين فيه ده. نعم. طيب هبي ربما أيضا الجزء الخاص بي حاليا بنسقه مع السلطات السعودية تحليل الدي ان ايه عشان نعرف مين. لحد النهارده ما فيش حد عنده معلومه عن اعداد. فندم حضرتك معروف انه لما حد بيتوفى من خلال ضربه شمس بينتفخ جسمه، المعالم بتختفي. وهذا الحج للاسف اللي هم اهالينا البسطاء دول مش لابس اسوره في ايديه عشان اعرف اسمه. فالامور مش هتبقى في يوم وليله. يعني الموضوع هيبقى صعب. يعني حضرتك كنت بتصر عايز تعرف البيان من السيد المستشار المتحدث الرسمي عشان الارقام اللي بتتقال. للاسف محدش يعرف الارقام يعرف. بمنتهى الامانه. صحيح. مين رجع ومين ما رجعش. نعم. يعني الامور يعني انا شايف انه يحصل تريث، سيب اجهزه الدوله تشتغل كويس. لانه مش بتشتغل دلوقتي وزاره السياحه والاثار، ده امر يعني الامن القومي، رئيس الجمهوريه الامن القومي طبعا، لان السيادة الرئيس يعني هو اللي سمح بتقول الناس دي الحج. نعم. لولا وجود سياده الرئيس في اداء فريضه الحج. نعم. السنه دي. نعم. ووصلت له هذه المعلومه ما كانتش. نعم. الناس دي حجت اصلا. نعم. فالمطلوب التريث في هذا الامر. نعم. عدم رمي الاتهامات. انا مش بدافع عن قطاع السياحه. نعم. على اي شخص غير. نعم. لما نكون متيقنين.
حضرتك سألت سؤال للدكتور وائل، أنا هرد عليك بمنتهى البساطة. هناك دلوقتي تعليمات من الداخلية والجهات المعنية للمحليات والنجوع وزي شيوخ القرى، نعم، بالتوجه لمنازل هؤلاء الناس والتأكد من عودتهم سالمين، الحجاج اللي هم الزيارة، زيارة ورصد هؤلاء الأسماء، وبيتم بالفعل دلوقتي عمل يعني شبكة مراقبة، فرق بحث لهذا الأمر. ده كله عشان يقدم تقرير السيد رئيس الوزراء، عشان يبقى عندك معلومات واضحة، مطلوب إفادة. لكن اللي جاي، اللي جاي يجب توصيات للقادم، عشان توصيات قبل ما نختم، توصيات للقادم. رقم واحد، ان احنا السلطة السعودية لها سلطتها، انها زي ما بتكتب، نعم، العمرة 12 شهر في السنة على راسنا من فوق. احنا كدولة امكانياتنا نشتغل عمرة 8 اشهر في السنة، نحددها، رقم واحد. ده رقم واحد. رقم اتنين، نحدد الاعداد اللي هي شايفاها الدولة ان هي اللي تروح لحماية الاقتصاد زي ما كنا بنقول، نعم، وكنا بنحدد اعداد، نعم. رقم ثلاثة، انه يجب على المواطن التوعية بشكل اقوى ومكثف انه ازاي يطلع حج وعمرة، نعم. للأسف يا احمد بيه ما حدش عنده هذا الوعي، من للأسف. ابسط شيء انه يفتح الموقع الالكتروني بتاع غرفه شركات السياحه، هيعرف الشركه دي مرخصه ولا لا، اروح مع مين مضمون بالظبط. توصيات سريعه، لازم عايزين نبني يعني حتى لا يتكرر للي جاي. الفتره اللي جايه لازم افعل الدور الاعلامي واوجه المواطنين البسطاء، لان اسرع طريقه ان انا اوصل للمواطن البسيط في بيته القنوات الفضائيه والتلفزيون، نعم، حملات توعويه بأهمية الحج السياحي، وان يبقى الحج النظامي، نعم، سواء سياحة الرسمي او تضامن، الحج الرسمي، نعم، مع البعثات الرسمية بتاعت الدولة، نعم، وان هو يبعد عن الوسطاء والكائنات الوهمية زي ما كانت الحملة اللي عملتها الغرفة في بداية فترة الحج. دي رقم واحد. رقم اتنين، ان احنا الفترة اللي جاية لازم التأشيرات تكون كافية، ناخد بقية الحصة، نقدر نعمل برامج مخفضة للمواطن البسيط بحيث ان هو يجي لها ما يروحش للأبواب الخلفية. فده رقم اتنين. وزارة الأوقاف وأئمة المساجد، نعم، والخطباء، نعم، عليهم دور كبير جدا صحيح، في توضيح ان الحج مشروط بالاستطاعة، نعم، والاستطاعة هنا ان انا اكون عندي استطاعة مادية وجسمانية طبعاً، وكمان اكون آمن، نعم. ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لازم اكون آمن، مش هربان ومستخبي، واكون آمن على صحتي، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلازم يكون في دور كبير لأئمة وخطباء المساجد في الفترة اللي جاية. موضوع العمرة، احنا زي ما المملكة قالت ان لغت البي تو سي بالنسبة لمصر وباكستان، لازم نصر على الجزئية دي، ويبقى الشغل بي تو بي فقط عن طريق الشركات وعن طريق الوكلاء السعوديين، وما يكونش فيه اي تصدير اي تأشيرة بتتصدر عن طريق الوكيل الافتراضي مرة. بس بي سريعا، هو طبعا توصيات سريعة، التوصية المهمة جدا للعمل مبكرا، لجب ان من بكرة الحج القادم ان شاء الله والعمرة القادمة، والعمرة يجب ان يتم وضع قواعد دوابط العمل، وتطلع صريحة وواضحة وتكون ثابتة ومستقرة على مدار الفترات الجاية كلها، بحيث ان احنا كلنا يبقى عندنا معلومة كاملة نقدر نشتغل عليها وما يحصلش اي نوع من اللبس. اما بالنسبة لموضوع التأشيرات، اي نوع من التأشيرات، احنا بنثمن دور المملكة العربية السعودية في اصدار التأشيرات، صحيح، وتسهيلاتها في اصدار تأشيرات المواطنين المصريين، نعم، ولكن احنا لنا دور ان نحافظ على مواطنينا ونتابعهم وننتقل معهم الى المملكة لضمان، نعم، ادائهم المشاعر وضمان عودتهم بسلام، نعم. فيجب ان نتعامل معاملة الشركاء، يجب ان نعامل معاملة الشركاء، عظيم، العمل، نعم، لان معاملة الشركاء العمل معناها انها نراجع في بعض القرارات وبعض، نعم، التوصيات وبعض الاعمال، واللي هيكون نتيجتها هو عائد على كل الاطراف، عائد على المملكة العربية السعودية الاول في، نعم، نجاح العمل، نعم، وعائد على المواطن، وعائد على حقوق الدولة المصرية اللي هي المفروض بمظلة كاملة لنا كلها، ونواجه الكيانات غير الشرعية، ونواجه الكيانات بقى دي، أيوة، محتاجة حملة شديدة جدا لكل الأجهزة الدولة انها تنزل حقيقة تمر على كل المواقع اللي بتشتغل في عمل الحج والعمرة، وتشوف هل هو موقع رسمي معتمد معرف من قبل وزارة السياحة المصرية ام لا. واللي حصل النهاردة اعتقد هيبقى بداية نبني عليها كدولة بالكامل. ده صحيح. اشكرك فندم، شرفتني. شكرا جزيلا. الغير شرعية دي احمد بيه السنة دي الرقم 650 مليون دولار سوق موازية بالتأشيرات اللي اتعملت خارج المنظومة. شرفتني يا فندم، شكرا. ربنا يخليك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا فندم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. بعد الفاصل العالم الكبير الدكتور زاهي حواس.
عالمنا الكبير الدكتور زاهي حواس. من كام يوم كده مصريين مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا يتكلموا، الدكتور زاهي كمان، فيديو في مجموعة الأفارقة الأمريكان أفرو اللي هم قاعدين في أمريكا، جت مجموعة منهم راحوا المتحف المصري وبدأوا يتكلموا على الحضارة المصرية. وأي حد النهاردة عايز ترند يقول لك مصر والحضارة المصرية. بشكر دكتور زاهي أولا، حضرتك خرجت على طول باللغات كلها تدافع تتحدث توضح حقيقة هذه الأفكار المسمومة ضد مصر، مشرفنا النهاردة. ربنا يخليك. قبل ما أجاوب أنا عايز، عندي رسالة لك. في واحد حارس عقار 53 شارع شهاب، كل ما أروح يقول له النبي لو تقابله أستاذ أحمد موسى قول له حاجة، أنا وطني، يقطع النور زي ما عايزين، بس يقول له هيقطعوا إمتى؟ قلت له ليه يا حاج؟ قال لي عشان الأسانسير، أنا خوفي كله من الأسانسير. أسانسير. فإحنا نفسنا إن المسؤولين عن الكهرباء يحددوا المواعيد بتاعت قطع الكهرباء. نعم. ما عندناش مانع كلنا. نعم. الراجل البسيط ده بلغني رسالة ببلغها لك. وعلى الهواء وصلت الرسالة. تمام. الرسالة الحاجة بقى التانية. اتفضل. إيه الحكاية؟ عايزين نعرف الناس دول مين؟ شوف، هما السود الأمريكان. آه. والسود اللي موجود في جنوب أمريكا عندهم عقدة. إن هما عندهم عقدة نقص. نعم. إن هما أقلية في هذا المجتمع. طب عشان يبقوا أقوياء يقولوا إن هما بينتموا لأعظم حضارة في التاريخ، وهي الحضارة الفرعونية. نعم. ودي مش أول مرة اللي حصل في المتحف المصري ده. يعني أنا هقول لك أقوى حاجة حصلت كانت في 2023 في مايو يونيو. أنا كنت في أمريكا بعمل محاضرات. فكانوا بيوقفوا باليوفط. لما أنا رديت عليهم رد قاسي جدا. نعم. وأنا برد بقى في القنوات اللي هما بيتكلموا فيها. نعم. يعني ما بردش من خلال صحف مصرية. نعم. بس يعني. نعم. لكن لقيت في لوس أنجلوس يوفط شتيمة فيا. في نيويورك يوفط شتيمة فيا. يوم 27 مايو كنت في بلد اسمها سينسيناتي اوهايو، فقالوا لي ده داخل 50 واحد اسود وشكلهم جايين لك. قلت له، قالوا نعمل ايه؟ قلت لهم سيبوهم يدخلوا عادي. ما تحجروش عليهم. نعم. انا عملت المحاضره. وبعد المحاضره بتيجي فتره الاسئله. فقامت واحده ست قالت لي انت بتهاجمنا ليه؟ قلت لها بهاجمك ازاي؟ قالت لي احنا اصل الحضاره الفرعونيه. ازاي بتقول ان احنا مش اصل الحضاره الفرعونيه؟ هي اللي بتقول لحضرتك، بتقول لي كده. اه. فقلت لها طيب ممكن تسمعيني؟ اه. انا هكلمك بالعلم، انت لو اصل الحضاره انا هنكر ليه؟ انا عالم اثار، درست الاثار المصريه دي في كل مراحلها، وبالتالي الرد المقنع هقوله لك. نعم. تعالي نمره واحد. انتوا بتتكلموا على اساس ان مملكه كوش السوداء في الاسره 25، يعني في نهايه العصر المتاخر عندما بدات الحضاره المصريه تندثر، جت مملكه كوش حكمتنا لسنوات بسيطه، فاذا انتوا مالكوش صله بالحضاره، انتوا بداتوا في الاخر جيتوا مصر. نمره واحد. نمره اتنين، تعالوا بقى نبص للمناظر اللي موجوده على المعابد، زي ما انت حاطط المنظر. نعم. دلوقتي بتاع الملك رمسيس الثاني. ملك رمسيس بيضرب الاعداء قدامه، مين بقى؟ نعم. واحد افريقي. واحد ليبي. ناس من سوريا وفلسطين. بص لشكل الملك رمسيس ده، شرقاوي. من قنطير. من الشرقيه. نعم. الراجل بص لوشه اللي قدامنا، وشه ليس له صله بالاعداء اللي هو بيضربهم. آه. تماما. نعم. فاذا لا يوجد سمات اطلاقا موجوده في المصري القديم بتقول ان هو جنس اسود. بدليل احنا اصل الحضاره. ناس بتقول احنا اصلنا سامي. يعني جايين من الشرق. نعم. بدليل الناس اللي في الدلتا شكلهم ابيض شويه. وبعدين احنا اصل حامي، يعني جايين من افريقيا اللي هم اللون الاصفر اللي موجود في الصعيد. نعم. ده راي اتقلب من زمان. نعم. لكن جه راي جديد عمله بتري بيقول ان اصل مصر وحضارتها مصريين من نقادة، كشف جبانه ضخمه وعمل دراسات عليها وقال الناس دول هم عالم الحضاره. بدليل بقى، هل الحضاره المصريه دي، يعني بص في افريقيا عندهم جو احسن من عندنا، عندهم حاجات، لكن الحضاره ما قامتش هناك. الحضاره قامت هنا لان المصري القديم عنده اعتقاد في حاجه مهمه جدا، هو الاعتقاد في العالم الاخر هو الذي بنى مصر. اعتقاد انه هيعيش تاني، عمل الاهرامات وعمل مقابر وعمل المعابد. هم ما عندهمش حضاره. الحاجه الثانيه بقى، طب انتوا يعني انتوا آه. انتوا يا ناس آه. اصل الحضاره دي آه. سبتوا مصر آه. عملتوا حاجه؟ اي انسان عمل هذه الحضاره بيروح مكان تاني عنده حضاره. نعم. فانتوا اذا بعيدين تماما عن هذه الحضاره. الست بقى ضحكت وقالت لي بكره عيد ميلادك واحنا كلنا بنشكرك وهنغني لك، و2001 غنوا لي
بعد ما كانوا جايين يهاجموا غنوا. فالجماعه اللي جوه المتحف المصري انا كلمني الوزير مين دول؟ وكلمني الوزير احمد عيسى وقال لي ارجو ان انت ترد على الناس دي. وقال لي فانا قلت له طبعا الناس دول زي ما انت قلت في المقدمه لا يمكن حد يقدر يقلل في الحضاره الفرعونيه افرو سنتري اللي يقول لك ان الاهرامات اللي هم دول قدامنا اللي هم قدامنا ده راح المتحف المصري وعمل الهيصه بتاعته دي كلها وانا بقول ان هم ناس يعني واحد غير مسؤول هو راح 100% واحد عايز يكسب فبيجيب الامريكان السود يجيب عمل رحلات في مصر ويقول لهم تعالوا اوديكم اصل بلدكم طبعا الكلام ده ليس له اساس هل كلهم افارقه ولا جيبهم من دول كلهم مختلفه كلهم امريكان كلهم امريكان هم امريكان اللي هم الهوجه دي بتطلع من امريكا كل مده واحد يجي يروح اسوان يجيبوا واحد مطرب مشهور يقولوا هيعمل مؤتمر كذا انا بقى بقول احنا ما نديش للموضوع ده اكتر من حجمه دول ناس ولا لهم قيمه ولا لهم حضاره راحوا المتحف طب عملوا ايه الترند اللي احنا عملناه اللي هو انتشر في كل مكان غطى عليهم تماما حتى راحوا الهرم وراحوا سقاره وراحوا الاقصر واسوان انكتبوا طبعا الراجل اللي هو معاهم مرض اسمه كابه ده ولا حاجه زي كده فانا شايف ان احنا ما نديهمش اكتر من حجمهم بعض الناس قالوا لي كلمني وليد البطوطي وحسام اللي هو رئيس المرشدين وطبعا بعض الناس بتقول عايزين نعمل مؤتمر صحفي قلت له مؤتمر صحفي يجي وزير سياحه واثار مصر يروح المتحف المصري معايا يرد على الناس دي لا يمكن رسميا ما حدش يرد الموضوع ده وكفايه ان حضرتك بترد وتوضح ليس له قيمه وانا ردي بيبقى كفايه عليهم في كل مكان وانا اعتقد ان هم بداوا يعني ينهاروا وبدا هذا زي مثلا في امريكا برضه يقول لك الهرم ده اللي بناها ناس جم من قاره اطلانتس وناس جم من الفضاء إليون ماسك نفسه قال لك اللي بنى الاهرامات دي ناس جم من الفضاء انت لو وقفت قدام الهرم كراجل عادي وبصيت له لا يمكن تتطور ان الهرم ده بناه ناس ادميين ليه لانك مش دارس مش عارف لكن لما تدرس هتعرف ان الحضاره المصريه دي هي قامت على المشروع القومي دول 3 مليون نسمه اللي عايشين في مصر بيعملوا هذا الهرم عشان الملك يبقى اله ونمرة اتنين ان برضه في نفس الوقت ان كشفنا مقابر العمال بناة الاهرام اللي بتقول المصريين هم بناة الاهرام ظهرت برديه في منتهى الاهميه اسمها برديه وادي الجرف البرديه دي كشفت 2017 كشف واحد فرنساوي بتتكلم عن بناء الهرم واحد رئيس عمال اسمه ميرر قال انا من الدلتا وانا برأس 40 عامل ورئيس اسمه ديدي وانا كشفت على فكره مقبره ديدي ده وانا رحت اقطع الحجاره من ترى عشان نكسي بيها الهرم يعني وراح سينا وقال ان خوفو كان عايش في القصر جنب يعني كل الادله العلميه بتضحط اي كلام بيخص الحضاره المصريه لكن زي ما انت قلت في المقدمه ان الحضاره المصريه حضاره عظيمه لا يمكن ان يعني من هذه الحضاره ان واحد او شخص او مجموعه يقدروا ينولوا من هذا الحضاره هل في اي عالم اثار وحضرتك الجميع يعرف الدكتور زاهي حواس على مستوى العالم اتكلم او شكك في الحضاره المصريه بتكلم هنا عن علماء مش بتكلم على لا لم يحدث لم يحدث اطلاقا يعني لم يحدث ان اي عالم اثار او تلميذ في سنه اولى اثار درس اثار يقدر يتكلم اي كلام ضد الاثار اطلاقا وانا بقول لك او ضد الحضاره المصريه اقصد طبعا هو عيب علماء الاثار ان هم مركزين على الكتب وعلى المقالات العلميه ما بيدوش اهتمام للرد في هذا الموضوع احنا بنرد ليه ده مسؤوليه قوميه ان انا ما اسيبش ناس بالدرجه دي يروحوا المتحف المصري ويتصوروا قدام تمثال ويهيصوا على انهم اصل هذه الحضاره كان خطا طبعا لا هم ما تقدرش انت لو مدير المتحف المصري ما اقدرش امنعهم ولا حد يقدر يمنعهم وهم لو داخلين عشان يعملوا كده ما تمنعهمش سيبهم يعملوا ويتكلموا اللي هم عايزينه لكن احنا نرد عليهم ونقول لهم ان انت خطا واعتقد ردنا كان كفايه ينهي هذا الموضوع تماما مش بيبقى في مرشد معاهم ولا ما فيش مرشد معاهم طبعا مرشدين طب ما اتكلمتش انا الحقيقه برضو اناشد رئيس نقابه المرشدين الاستاذ حسام انه يعمل تحقيق مع الناس دي ازاي سابوهم يقولوا هذا الكلام رغم ان انا بقول يسيبوهم لانه بيتكلموا كلام ليس له صله علميه وكلام ليس له صله بالعلم اطلاقا وردنا كان كفايه لان عملت فيديو وعملت رد باللغه الانجليزيه واللغه العربيه وده كان كفايه انتشر في العالم كله ليه الحضاره المصريه دايما مستهدفه ليه مصر لان دايما مستهدفه دي اعظم حضاره في الدنيا ليه قول لي في حضاره تانية تقدر تنافس الحضاره المصريه انت لو سالت طفل صغير عنده 8 سنين في اي بلد في العالم قول له مصر يقول لك ابو الهول الهرم المومياوات
توت عنخ آمون. حضارة يعني أنا معمل محاضرة في أمريكا حضر ل 2001 ليه؟ الحضارة المصرية حضارة عظيمة، الناس عايزة تعرف أسرارها، ففيها أسرار كثيرة وفيها اكتشافات بتهز العالم كله في كل مكان. يعني إحنا بندور على مقبرة الملكة نفرتيتي في وادي الملوك، بندور على الموميا بتاعتها عن طريق مجموعة مصرية حاليا بيرأسها الدكتور يحيى جاد بالدي إن إيه بالحامض النووي عشان ندور على مقبرة الملكة نفرتيتي. الهرم اللي هو المفقود اللي في سقارة اللي نتفليكس عملت عنه فيلم ساعة ونص بندور عليه. الأبواب اللي جوه الهرم إيه الآثار اللي وراها؟ يعني عندنا حاجات بتبهر العالم، بتبهر العالم في كل مكان. فالحضارة الفرعونية فيها إبهار وفيها جنون وفيها عظمة وفيها قوة، دي بتخلي الناس في كل مكان يعني إيه يدخلوا الهرم، يعمل تأمل، يعمل مديتيشن. عشان كده حط جملة جملة مصر ياخد شهرة أكتر، يعني يخلي الناس تلتف حواليه. في أنا دايما أقول إن الحاجات دي في النهاية مكانها مزبلة التاريخ. لا يمكن حاجة من اللي اتقالت على مصر على مر الزمان تم تثبيتها في عقول الناس إطلاقا. بتيجي وبتروح. الإفرو سنترك دي هتروح، هتنتهي تماما. إحنا بطمن كل المصريين اللي سمعوا هذا الكلام إن هذا الكلام فارغ، ليس له أساس بالصحة. مصر الفرعونية العظيمة اللي بتخلو بلب كل الناس في كل مكان لا يمكن أي حد يقدر يهزها. دكتور زاهي وحضرتك أكيد تابعت ده، تطمن لما تلاقي المصريين بيدخلوا بيتكلموا في كل حاجة من ده ودافعوا عن بلدهم. والله أنا كنت سعيد جدا. أنا على فكرة يمكن من النوع اللي ما بيدخلش على السوشيال ميديا نهائي، وعندي المساعدين بتوعي هم اللي بيعملوها. نعم. لكن بيجدوا لي الحاجات التفاعل بتاعهم. حاجة شباب. نعم. شباب صحيح. صغير. نعم. فرحان ان لاقيين واحد بيدافع عن صحيح. تاريخهم وعن اثارهم. كانوا بيشيدوا جامد بحضرتك يعني يوم الفيديو ده. انا سعيد جدا بشباب ان هو بيدافع عن حضارته. نعم. ده يخلينا نعرف ان دولي هم مصر. هم اللي هتقوم عليهم هذه الدوله في يوم من الايام. نعم. وبالتالي لما هم عندهم حب مصر وحب الدفاع عن مصر انا بضرب لهم تعظيم سلام. خلينا يمكن ده جزء من الحاجات اللي احنا محتاجين اكتر في مدارسنا، رحلات اكتر، جامعاتنا. والله شوف يا استاذ احمد انت جيت موضوع في منتهى الاهميه. انت بص للمدارس الابتدائيه. انا عايزك تشوف مقرر اللي مقرر على اولادك على الحضاره الفرعونيه. انا لسه قايل النهارده انا سالت تلميذ متعلم في مدارس اجنبيه ودخل كليه الطب، بقول له مين رئيس مصر سنه 52؟ مش عارف. وانا بتمنى واحنا بنطبق هذا الموضوع اعتقد في جامعه المنصوره الجديده ان الطالب اللي بيدخل الجامعه في كليه الطب او الهندسه او العلوم او لازم يكون في مقرر تاريخ مصر من البدايه حتى 52، يعرف تاريخه واعرف حضارته واعرف ازاي احنا حكمنا الدنيا دي كلها بالحق والعدل، فيبقى عنده انتماء قوي للبلد. فانا نفسي يتم تغيير المناهج اللي موجوده، الهيروغليفيه ككتابه تقرر في حصه الرسم للاطفال. لما طالب يبص على الحروف الهيروغليف ده رسم يرسمها هيعرف ابوه محمد، هيكتب محمد بالهيروغليف، يروح الاول بابا انا كاتب محمد بالهيروغليف، الهيروغليف ده ايه؟ ده بتاع الحضاره الفرعونيه. هيبدا الاطفال يتفاعلوا مع هذه الحضاره. نمره اتنين، بص للتلفزيون، هل في برنامج واحد في جميع القنوات التلفزيونيه بيتكلم عن الاثار؟ بص قنوات العالم الديسكفري والناشونال جيوغرافيك والنتفليكس بيعملوا افلام. انا بسجل كل 3 4 ايام برنامج لهم، برنامج بيتعمل عن الحضاره الفرعونيه وانا بتدخل عشان هذه البرامج تتعمل صح. ما تتعملش غلط. نعم. ما يتعملش مثلا فيلم عن سيدنا موسى يتصور في مكان غير مصر. نعم. فاللي انا عايز اقوله ان مهم جدا ان يكون هناك ورقه، وزير التربيه والتعليم، وزير التعليم العالي، وزير السياحه والاثار، وزيره الثقافه، كل دول يجتمعوا ومع الاجهزه العلميه والاجهزه اللي هي خاصه بالميديا واتفقوا ازاي يتم عمل برامج فيها تسويق. ما الاثار دي ممله. نعم. انا لما كلمت رمسيس الثاني مش نعم. عارف ايه نعم. حتى هتنام مني. نعم. الديسكفري شانل بيعملوا المغامره، بيدوك المعلومه من خلال مغامره بتتعمل وفي النهايه تعرف المعلومه. على الهرم لا بناها المصريين، بنت طلعت معايا وطلعت على الحجرات الخمسه
وعملنا مغامرة على أعلى مستوى في حاجة اسمها تشيسينج مامز. المسلسل ده 11 حلقة 12 في كل مكان في الدنيا. فإذا أنت محتاج لو في قناة تتعمل عن التراث ويمسكها حد عبقري شاب صغير يبقى فاهم إزاي يعمل أفلام، القناة دي هتطلع بره في الخارج. يعني لما يكون عندنا كشف أثري، طب ليه قناة الديسكفري تشانل بس اللي تعمله؟ لا تعمله الديسكفري، لكن أنا كمان يبقى عندي الأدوات وعندي القناة اللي ممكن تعمل هذه البرامج العظيمة اللي تعمل تثقيف لأولادنا وشبابنا. مين ينافس المتحف المصري الكبير؟ مفيش دولة في الدنيا ولا متحف في الدنيا ينافس المتحف المصري. أنا يعني أشكر الفنان فاروق حسني، دي كانت فكرته. نعم. وبقول إن ده متحف عظيم، وكنا المفروض نفتتح هذا المتحف في 2015. لكن واضح سبب تأخير الافتتاح في رأيي الآتي. نمرة واحد، المنطقة التي تقع أمام المتحف. أعتقد إن المتحف كل ما فيه انتهى. إحنا بس عايزين منطقة الهرم يتم تطويرها مع المتحف الكبير مع المطار الشينكس. بس احنا مش مستعدين، ما عندناش فنادق جنب المتحف. انا نفسي نبدا يعني نعمل حافز لرجال الاعمال ان يبنوا اوتيلات في هذا المكان. احنا ما عندناش غير اتنين، مينا هاوس والحياه. نعم. اللي هم اهم اتنين. نعم. المريديان مقفول. نعم. فانا مش عارف ازاي ما يتم ما فيش واحد في الدنيا غير منتظر افتتاح هذا المتحف. كله بسافر كل مكان هتفتحوا المتحف امتى؟ وانا بعتقد وطبعا هذا القرار في ايد السيد الرئيس، وانا بشكر السيد الرئيس لانه اهتم بهذا المتحف وخلى الدوله تصرف ملايين الدولارات عشان يبين للعالم كله رساله ان مصر بتصون اثرها رغم الازمه الاقتصاديه، لكن اثرنا هي اهم حاجه بنحافظ عليها وبنصرها وبنبني اعظم متحف في العالم او اعظم مشروع ثقافي في القرن ال21 وهو المتحف الكبير. نعم. نتكلم 24 ولا 25 ممكن؟ انا اعتقد باذن الله في 24 باذن الله. 24 هو يمكن كمان ازمه فلسطين واللي بيحصل في هناك ده يمكن ماخرنا شويه، لان احتفالات هتبقى ضخمه. الاحتفال ده مش يوم، ده هيبقى ايام. نعم. والعالم كله هيجي لك، ملوك. نعم. وملكات ورؤساء جمهوريات، وهيبقى الناس بتتنافس وبتجري عشان تاخد دعوه تحضر الافتتاح ده. فانا بعتقد ان احنا امام مشروع ضخم جدا هيحط مصر واثار مصر الطب في العالم كله. كنت من كام يوم بتكلم وبقول ارجوكم تذاكر للاجانب تبقى غاليه، الاجنبي احنا حاجتنا غاليه لازم ابيعها بالغالي، بلاش نتكلم في اسعار رخيصه. شايف حضرتك هذا الامر ازاي؟ انت تعرف لو انت رحت اي منطقه اثريه في العالم دخولها غالي جدا. نعم. احنا لازال رغم ان في زيادات بتقوم بيها وزاره السياحه والاثار للمناطق الاثريه. أيوة. لكن لازال اسعار دخول المناطق الاثريه لا يوازي قيمه هذه الحضاره. انت تزور الهرم مش اقل من 200 دولار على الاقل. نعم. لكن تزور الهرم ب 30 دولار 20 دولار ازاي؟ فاذا انا بتمنى يبقى في دراسه مهمه جدا، بس ما نجيش بكره ونقول هنزود. نعم. لازم ندي فرصه لشركات السياحه عشان تسوق بالزياده المفروض نعملها، ان الزياده دي مهمه ليه؟ اما بتزود بتقول انا بزود يا ناس مش عشان انا ببيع الاثار، لا ده انا بزود عشان احافظ على الاثار. نعم. اي انكم اي دخل هيجي من زياده اسعار التذاكر هيروح في حاجه واحده، تطوير مناطق الاثار الفرعونيه والاسلاميه واليهوديه والمسيحيه والعصر الحديث. عندنا اثار ليس لها مثيل في كل مكان، كل اثر ليه طعم. بص الـ 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 الكنائس وجمالها، المساجد وروعتها، بص الـ 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 المعابد اليهوديه لها ميزه عن اي مكان في الدنيا، بص الاثارنا القصور اللي موجوده في كل مكان. عندنا يعني انا كتبت كتاب اسمه زاهي حواس سكرت ايجيبت، قلت فيه انت ممكن تزور مصر 11 مره وكل مره بتشوف فيها حاجات ما شفتهاش قبل كده. العيب عندنا ان شركات سياحه بتعمل زياره الهرم وسقاره والمتحف الاقصر واسوان بس. هل انت عندك الواحات ده؟ سيوه كنت بتكلم لسه مع مديرنا عم طلع، ومديرنا عم طلع هيعمل على فكره متحف على حسابه الخاص باتفاق مع وزاره الاثار. هو المتحف هو بيقدم المكان وبنحط الاثار فيه، وبعد كده التذاكر بتبقى اسمها بين الرجل الاعمال وبين تايب. حاجه عظيمه جدا سيوه دي، حاجه سيوة دي جميله انا جدا. بقول هي جنه. جنه. انا بروح سيوه بقعد بالليل وابص للاناره بتاعت مشالي والجمال فيها. الواحد داخله والخارجه سينا
اللي فيها التجلي العظيم. نعم. ورحلة سيدنا موسى. نعم. اللي يعني عندنا الأماكن أثرية عندنا. نعم. مثلا بص في بين سقارة والهرم أبو صير فيها 11 هرم ما فيش حد بيروح. اللشت حدش يروح اللشت. ميدوم حدش يروح ميدوم. لو الطريق الغربي اللي موجود ده والطريق الغربي ده اتعمل كويس، لو تم صيانته وتم عمل مناطق منه على مناطق الآثار واتبنى موتيلات فيه طرق، هتعمل تشجيع السياحة على أعلى مستوى. اه الطريق الغربي ده طريق دلوقتي عالمي، الطريق الغربي الطريق جديد. الغربي اللي بيوصل لأسوان. أيوه. هو طريق مهم جدا لكن محتاج خدمات. ومحتاج موتيلات تتبنى عشان يجي السايح يركب عربية. ما انت دلوقتي عندك 10 مليون سايح ولا 15 مليون سايح. نعم. لو زادوا عن كده هيبقى عندك مشكلة. الطيران مش كفاية. نعم. الفنادق مش كفاية. مش كفاية. المراكب مش كفاية. نعم. فلازم نستعد لمرحلة قوية جدا ان بعد ما يحدث في العالم سلام لو حصل العالم كله هيجي مصر، لانه في مشكلة عند العالم لما يعرف ان فيه ضرب في اسرائيل او ضرب في السودان ما بيجيش مصر لانه عندوش فكره عن الخريطة. فاحنا عايزين مسؤوليتنا الهامه، ودي مسؤوليه احمد عيسى وزير السياحه اعتقد، هو ان احنا نظهر للعالم كله كلمه واحده ان مصر امان، وفعلا مصر بلد الامان. طيب احنا مساله 20 مليون سائح ولا 15 ولا نستحق اكتر من كده، وحاجه بتدي مثل على او امثله على ما لدينا من آثار مش موجودة في أي مكان في العالم، ورغم كده الأعداد بسيطة حتى الآن بسيطة. ما هو سببها الأساسي دلوقتي الحروب الجانبية. احنا كان بيجيلنا قبل حرب إسرائيل دي وغزة كان بيجيلنا من الأمريكان أعداد لا تتصورها. الأمريكاني السايح فيه بعشرة لأنه بيصرف. يصرف. فالسياحة الأمريكية خست مش أقل من 60%. نعم. ليه؟ عشان الحروب الطاحنه اللي موجوده. نعم. فاحنا لو عشنا في سلام لازم نستعد، ولازم شركات سياحه تفكر في عمل برامج جديده. البرنامج بتاع رحله العائله المقدسه، زوروا الواحات الخارجه والداخله والسيوه. نعم. روحوا شوفوا القصور اللي موجوده. نعم. الاثار الاسلاميه اللي تجنن في كل مكان، الكنائس العظيمه، المعابد اليهوديه اللي الدوله مهتمه بيها وبترممها. سانت كاترين طبعا. نعم. يعني انا كنت مع السيد رئيس الوزراء سانت كاترين الحقيقه. حاجه اللي بيتم التطوير اللي بيتم هناك على مستوى عالي، واعتقد ان سيناء بعد هذا التطوير هتستقبل اعداد هائله من السياحه الدينيه الخاصه بالمسيحيه واليهوديه بالذات. من عده ايام حضرتك المؤسسه الخاصه بحضرتك، عايزين نشرح للناس اهميه هذه المؤسسه، دورها، لماذا الان انشاء هذه المؤسسه، وهتتولى ايه بالضبط؟ شوف انا صديقي العزيز الدكتور مصطفى الفقي عمل مركز اسمه مركز المصري، مركز زي حواس المصريه. نعم. وعملنا نشاط ضخم جدا. نعم. عملنا بقى محاضرات وخدنا الاطفال بناخدهم الهرم وذوي الاحتياجات الخاصه، نشاط على مستوى عالي، وربطت الحفائر بتاعتي بالمكتبه عشان اعمل دعايه للمكتبه. فكان الدكتور مصطفى بيجي ويعمل معايا المؤتمرات الصحفيه، خلى المكتبه في كل مكان. الحقيقه ان الاداره الجديده ما اعرفش لها راي تاني، شايف ان المركز ما بيشتغلش، فانا طلبت بايقاف هذا المركز وقلت اعمل مؤسسه. هذه المؤسسه طبعا هتكون مسؤوليتها الاداره الجديده اللي فين معلش يا ابن اللي في المكتبه. في المكتبه. ما لقيتش ان الاداره الجديده مكتبه اسكندريه. مكتبه اسكندريه ما لقيتش الاداره الجديده. قفلت المكتب النشاط بتاع حضرتك هناك؟ قفلت وبعت جواب قلت ان انا بقفل نشاط هذا المركز، لان ما دام المركز لا يقوم بدوره في التنوير، وما دام المركز ما بقومش بدوره في تعليم الاولاد حضارتنا واثارنا، انا ما اقدرش يبقى في مكتب مركز باسمي ما بقومش بهذا الدور. على هذا السبب يا دكتور زاهي انه مش عايز اخوض في الموضوع ده، يعني لان يعني مش عايز حاجه بتعمل حاجه مش بتعمل حاجه للتنوير ولخدمه الناس وكده. ما يعني ارجو ان احنا نسال رئيس مكتبه اسكندريه ايه دكتور احمد زايد. الدكتور احمد زايد وراجل محترم وراجل فاضل. ما تواصلش مع حضرتك؟ انا اتكلمت معاه لكن وجدت الطريق مقفول بينا، فبعت خطاب رسمي وطلبت ب ايوه ايه الفكره؟ معلش انا اسف عذرا، انا والله بعتذر يعني، ولكن عايز افهم قال لحضرتك ايه؟ والله ما قال لي حاجه. انا قلت له عايزين نغير اللي ماسك المركز عشان نعمل نشاط، ما ردش عليا. لما جه موضوع الحفاير وعايز احط اسم المكتبه قال لي انا ما عنديش حاجه بتثبت ان المكتبه تقوم بالحفاير. فانا ما عنديش يعني ان المكتبه كانت بتقوم بالحفائر ده تضيف لي حاجه. انا اسف، انا اللي بضيف للمكتبه وبحط اسمها عالمي من خلال الاكتشافات الاثريه. فانا قلت اختصر الموضوع
واعمل مؤسسه. هذه المؤسسه دي يعني بديل المركز اللي كان في مكتبه اسكندريه. اه بديل، بديل جامد قوي، جامد قوي. يعني ده بديل بقى اهلي. آه. العالم يا استاذ احمد كله بيتطور بحاجتين، التطوع والتبرع. اه التطوع، انت عندك ساعتين فاضي بتروح تعمل خدمه للبلد. نعم. واحده ست قاعده في البيت فاضيه. نعم. تروح تعمل حاجه. نعم. انت عندك فلوس، يا ريت اما تتبرع بالفلوس دي للنشاط الثقافي تتشال من الضرايب بتاعتك. نعم. فاذا هذه المؤسسه هيكون لها نشاط ضخم جدا. اولا احنا هنعمل محاضرات في كل محافظات مصر، هنقدم في انهي مناطق، هنتفق بقى كل مناطق. لا هتبقى في دور الثقافه طبعا، هنتفق بقى، هنعمل هنعمل اتفاقيات. آه. مع وزاره الاثار. أيوة. عشان ناخد البيوت الاسلاميه اللي موجوده في القاهره. هنعمل اتفاقيات مع وزاره الثقافه عشان نخلي نشاط قصور الثقافه يبقى فيها دور تعليمي من الشباب اللي موجود هناك. انت عندك في اسوان شباب على مستوى عالي بتوع اثار. نعم. دارسين اثار واخدين دكتوراهات. نعم. سوهاج. نعم. كل مكان. الناس دي بدل ما هي قاعده بتدرس محاضره وتنام، لا هيشتغلوا معانا. وهنعمل برامج للاطفال، وهنعمل ايضا ان احنا نعلم شبابنا في الاثار الحفاير، تكنيك الحفاير. وعامل انا باذن الله عقد مع مؤسسه امريكيه بيقودها صديق لي اسمه مارك كلينر، بيعيش في القاهره معايا وده بيشتغل معايا في الاهرامات بقاله اكتر من 50 سنه. هنبدا نعمل برامج للشباب عشان نعلمهم اصول الحفائر العلميه الصح. ده يوم اتفضل. اه يعني الحقيقه ان المؤسسه هيكون لها نشاط ضخم جدا، وفي نفس الوقت من دورها الاساسي نرجع اثار مصر، ونقول عايزين نرجع حجر رشيد ونشتغل عليه، ونشتغل على القبه السماويه في من اللوفر، وراس نفرتيتي في بدايه سبتمبر هنبدا الحمله الضخمه. بدايه سبتمبر، بدايه سبتمبر اللي جاي، اللي جاي حمله ضخمه، حمله ضخمه لعوده راس نفرتيتي من برلين. انا بعتت اول جواب. ايوه. طلع من عندنا في 2010 عشان ارجع راس نفرتيتي، جواب رسمي بموافقه رئيس الوزراء. لكن ردوا علينا وقالوا عايزين الجواب ده يتمضى من الوزير المختص. وكنت انا بقيت وزير، لكن ما كانش عندي الوقت في خلال المشاكل لحظات في 2011 ان انا ارد. فجاء الوقت بقى دلوقتي ان الحمله دي حمله شعبيه مش الحكومه. يعني احنا، وانا على فكره بقول لسيادتك انا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه بعت جواب لوزاره السياحه والاثار يقول لهم ماذا حدث في الحمله القوميه لاسترداد اثارنا اللي بيقوم بها زي حواس. لاسترداد اثارنا. اثارنا. آه. والوزير سأل الوزير احمد عيسى. ايوه. عمل اجتماع برئاسه الامين العام في الوقت ده، وانا طلبت ثلاث طلبات. انا نفسي الطلبات دي تتم. الطلب الاول قلت ان انا ارجو بعد هذا الاجتماع ان اللجنه العلميه دي اللي انا فيها اللي شكلها الدكتور خالد العناني واللي انا شكلتها قبل كده تقول ان هي بتؤازر الحمله الشعبيه. ونمره اثنين يخصصوا جهه تلفزيون من الاجهزه بتاعت الدوله. نعم. يتبنوا هذه الحمله بحيث يجي اللي ماسك الموضوع ده كل يوم يتكلم، يا جماعه امضوا، يا جماعه وقعوا، يا جماعه عايزين نرجع اثارنا. ونمره ثلاثه وده مهم جدا، ان انت ما بتبداش دلوقتي ترجع اثارك بالقوانين. القوانين الدوليه كلها ضدك. اليونسكو سنه 1972 لما عملت الاتفاقيات كلها قالت لك ايه؟ اي قطعه اثار اتسرقت قبل عام 72 مالكوش حق فيها. بعد 72 ترجعها. ونمره اثنين بقى اما يجي واحد لص في قاعه بالقاعات بتاعت لندن. نعم. وعنده قطعه مسروقه بيبيعها. يعني مثلا شغل مصيبه ان متحف عنده جماجم مصريه يبيعها. دي مصيبه. جماجم مصريه عرضها للبيع في لندن. في لندن. نعم. لولا طلعت ست عظيمه في البرلمان وقالت يا جماعه ده عيب ما يصحش. متحف تاني جنب لندن قال لك هنبيع تمثال بتاع سيخم كا. التمثال اشتراه امير عربي، طب هيحطه فين؟ هيحطه في البدروم بتاع بيته، محدش هيشوفه. تساله بقى تقول له التمثال ده انت جايبه بطريقه قانونيه ما يردش عليك. ما يديكش، ويطلع من لندن هذا التمثال من خلال الاجهزه الامنيه بدون ما يقولوا له ان التمثال ده مسروق او غير مسروق. احنا بقى قلنا بتمنى ان الدول اللي احنا على فكره اليونان واثيوبيا. نعم. الحكومات املين بحمله ضخمه جدا ضد المتحف البريطاني عشان يرجعوا اثارهم. ماكرون رئيس فرنسا اعلن وقال يا جماعه احنا لازم نحس بالعار لان احنا
خدنا اثار افريقيا كلها. بعد ده لو شفت المتاحف الاوروبيه والاثار بتاعت افريقيا، كل قطعه اثريه اتسرقت بطريقه فيها دم بالقوه، يعني تم استنزاف، خدوها غصب عن الدول، غصب عن الناس، وعملوا بها متاحف عظيمه. قال بقى آن الاوان نرجع، نحن نرجع بعض هذه الاثار الى هذه الدول. فدلوقتي عندنا فرصه عظيمه ان نيجي على المتحف البريطاني والمتحف اللوفر ومتحف برلين ونقول لهم يا جماعه احنا لا نطالب بالاثار اللي عندكم كلها، لا خلوها، لكن احنا عايزين الاثار الفريده الثلاثه دول، حجر رشيد في المقدمه، القبة في برلين في المتحف البريطاني، نعم، القبه السماويه اللي موجوده في اللوفر فرنسا، وراس نفرتيتي في متحف برلين، نعم، مكانهم المتحف المصري الكبير. طب انا عملت كده ليه بقى؟ وانا في ماسك الاثار بعت للثلاث متاحف دول جواب، قلت لهم يا جماعه احنا هنفتح المتحف المصري الكبير في 2015، هل ممكن تدونا اعاره الثلاث حاجات دول بس لمده 3 شهور اللي هي حاجتنا؟ كلهم يرفضوا. إعارة بتاع متحف برلين كان راجل غبي اسمه فيلدونج، انا حصل بيني وبينه اسال محمد العرابي، يعني صراع، كان محمد العرابي يقول لي عشان سفير مصر في كان وقت في محمد قام بدور ضخم جدا، كان يقول لي ايه زي عشان خاطري اهدى شويه عن الناس دي عشان عايز منهم حاجه، اقول له حاضر. يعني الحقيقه هو عمل مكاسب سياسيه من خلال الضغط اللي احنا عملناه عشان نرجع راس نفرتيتي. الراجل ده كان راجل غبي جدا، وعمل عمله مره اتفق مع واحد فنان يعمل تمثال، وخد الراس في ايده وركب تاكسي عشان يحط الراس على التمثال، العالم كله بهدله، قالوا له، وانا دي عملت ستيتمنت مدير متحف برلين فيلدونج، قلت له يا استاذ مش معناها ان راس نفرتيتي عندك في برلين ان برلين بيملك هذه الراس، دي راس مصريه ومن حقنا كمصريين ان احنا نوقفك ونقول لك عيب. رده ايه؟ طبعا كانت بهدله. فانا اللي انا عايز اقوله ان انا عملت فده جزء من حركه او تحرك المؤسسه، وده هيكون جزء مهم جدا، نعم. وطبعا المؤسسه فيها حاجات كتير جدا هتتعمل، واحنا هنعمل، احنا المؤسسه فيها حوالي 11 عضو، نعم، كل عضو عليه واجب مجلس الامناء عليه واجب ان هو بيجيب الاموال المهمه من التبرعات عشان نقدر نعمل هذه البرامج. في ناس بدات تدخل تتبرع، طبعا. ونمره 2 ان احنا هنعمل مجلس ادفايزر اللي هم يبقوا يعني معانا من العالميين، يعني الامير سلطان مثلا من السعوديه، ديبرا لير في امريكا، عندنا اسماء مهمه جدا. حضرتك بدات تواصل معاهم ولا لسه؟ احنا نشاط هذه المؤسسه بالكامل، فتره الصيف فتره واقفه، احنا هنبدا من سبتمبر البدايه نتحرك بقوه بحيث هذه المؤسسه يكون لها تواجد في المجتمع ونثبت للناس ان مهم جدا العمل الشعبي. نعم. انا راجل عشت في الاثار، طب اقعد في البيت ما اعملش حاجه؟ لا، لازم اساعد بلدي. اساعد بلدي في ايه؟ المواطن المصري ليه حق عليا ان انا اعلمه تاريخنا واعلمه حضارتنا واعلمه اثارنا عشان يفخر بهذه البلد ويعرف ازاي مصر دي عظيمه وازاي حضاره مصر دي ليس لها مثيل في اي مكان في الدنيا. نطلع فاصل؟ اتفضل. وعود وضيفي الكريم العالم الكبير الدكتور زاهي حواس. دايما نتشرف بضيفي الكريم الدكتور زاهي حواس. الشهر اللي فات فجأة كده لقينا حملة تستهدف حضرتك، ايه الحكاية؟ مين ورا الحملة ديت؟ وايه حقيقة ما ذكر ونسب على لسان حضرتك؟ ايوه، الحملات كتيرة، ففكرني بأي حملة. حملة خاصة اللي سيدنا موسى المشكلة كلها ان انت لما تيجي تقول يا جماعة ان مفيش في الآثار حاجة بتثبت خروج سيدنا موسى، مش معناها ان انا كبتاع آثار بكذب ما كتب في الكتب السماوية اطلاقا. يعني اسرائيل موقع عبري قال لك زاهي حواس بيكذب التوراة لانه بيكره اسرائيل. ده خدوها هنا بقى وبدأوا يكتبوا ويتكلموا. يا جماعة انا لا اقصد اطلاقا، هقول لكم السبب ليه ما فيش حاجة في الآثار. انت لما تيجي تبص لقصة سيدنا موسى، هو هزم الفرعون والفرعون غرق، لا يمكن الملك في مصر القديمة يسجل هزيمة.
إذا الملك سجل هزيمته لا يمكن يبقى إله، وبالتالي الملك اللي هيجي بعديه لا يمكن يسجل هذه الهزيمة إطلاقا. فإذا لو ما جاش حاجة في الآثار لا ينفي ما كتب في الكتب السماوية إطلاقا. الحاجة التانية، ممكن بقى إحنا مثلا عرفنا من تلميذ موجود في مدرسة الكرنك سمع عن الهكسوس، كتب لنا قصة طردهم، عرفنا، لكن ما عرفناش عن المعابد، لأن المعبد عليه برنامج. البرنامج إيه؟ الملك يضرب الأعداء، الملك يقدم قرابين للآلهة المصرية، الملك يوحد مصر العليا والسفلى، ويبني مقبرة عشان يدفن فيها، ومعابد لعبادته وعبادة الآلهة المختلفة. لو عمل كده بقى إله، وبالتالي تلميذ احتمال في يوم من الأيام بكرة يكتشف نص هيروغليفي يكلمنا عن سيدنا موسى. فأنا يعني ما غلطتش إطلاقا. هتكلمت علميا أو اللي موجود على زي ما حضرتك بتقول كده المعابد، مفيش على المعابد ولا المقابر ولا في أي مكان أدلة إطلاقا أو ما كتب عن فرعون الخروج، لأن ما يتكتبش. أنا قلت لك لا يمكن فرعون يسجل هذه الهزيمة. نعم. إزاي؟ نعم، سيدنا موسى هزمه. نعم، فإذا ليس معناها كان في تصيد، يعني في تصيد لحضرتك، هو استهداف. الحقيقة كان في استهداف من ناحية بعض الناس مش فاهمة، وبعض الناس عايزة تطلع ترند. لكن طبعا أنا بصيت لبعض الناس بيتكلموا كلام بقيت زعلان. يا جماعة أنا ما إزايك، لا يمكن أقدر أنا مسلم أكذب ما كتب في الكتب السماوية؟ استحالة، مش في إيدي. لكن أنا كعالم آثار بقول لكم إن مفيش حاجة في الآثار، مش معناها مفيش حاجة في الآثار إن أنا بكذب الكتب السماوية إطلاقا، لأن زي ما قلت لك لا يمكن الملك أن يسجل هزيمته. وبالتالي في يوم إحنا كشفنا عدد بسيط جدا من آثارنا، في يوم من الأيام ممكن يتم الكشف عن أي أدلة جديدة، لكن إحنا عندنا دليل قاطع على وجود اليهود في مصر. عندنا لوحة اسمها لوحة مرم بتاح أو لوحة النصر، وبعض بتري اللي كشفها قال ان هي سماها لوحة اسرائيل. هذه اللوحة عبارة عن تمجيد من شاعر، الشاعر بيمجد في ملك اسمه مرم بتاعه ابن الملك رمسيس الثاني، بيقول له ايه؟ انت راجل عظيم، في عهدك في سلام مع مملكة خيتا، انت عملت وعملت وعملت، وفي الاخر الشعب اسرائيل ابيدوا وانتهت بذرتهم. بعض الناس بيقولوا دي مش ترجمة شعب اسرائيل، لا، بعض الناس قال لا دي اسرائيل. لو الترجمة دي صحيحة يبقى إذن مين هو فرعون الخروج؟ لا يمكن أي شاعر يمجد في ملك ميت. إذن التمجيد لابد أن يتم من شاعر في ملك حي، صح؟ نعم. هل ممكن شاعر يوم مرم بتاع ميت يمجد فيه؟ لا يمكن. فإذن أنا بقول من خلال اللوحة، اللوحة دي اكتشفت فين؟ اللوحة دي كشفها بتري وهي موجودة في المتحف المصري دلوقتي، مشهورة جدا. واللوحة دي اللي عليها النص اللي بقولك عليه ده، من خلال اللوحة دي أقدر أقول الآتي، إن فرعون موسى قبل مرم بتاح. مين؟ محدش يعرف. كل واحد بقى ليه اجتهادات. واحد يقولك ده فرعون موسى ده كان اسمه فرعون، غلط، لأن أنت لو بصيت لخرطوش الملك رمسيس الثاني أو أحمس الأول أو البطالمة بتلاقي اسمه موجود في خرطوش رمسيس الثاني، وقبليه كلمة برعا. برعا دي معناها المنزل العظيم أو القصر العظيم. بالعبري سموها فرعو، وبالعربي بقت فرعون، أي الملك الذي يعيش داخل القصر. زي دلوقتي أعلن البيت الأبيض، البيت الأبيض هو القصر اللي بيعيش فيه رئيس جمهورية أمريكا. نعم. فبالتالي فرعو ده هو القصر اللي كان بيعيش فيه الملك، وليس اسم الملك يبقى فرعون إطلاقا. يجي واحد تاني يقولك رمسيس الثاني، اللي قال رمسيس الثاني ده هوليوود لما عملت الافلام بتاعه سيدنا موسى كلها قالت رمسيس الثاني. ليه؟ لان ده اشهر ملك مصر، وبالتالي حطوه كده، لكن ليس هناك دليل اطلاقا. بعض الناس تقول لك فرعون موسى ده حتشبسوت، مفيش دليل. رمسيس الثاني مفيش دليل. منم بتاح ما ينفعش. يعني هناك اجتهادات كثيره جدا، عن لان يعني في الاثار ما عندناش دليل للكلام ده كله، لكن الكلام ده حقيقي وحصل، لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. قصة التي أثيرت أيضا من عدة شهور كده وكان لها تداعيات كبيرة، الخاصة بين قوسين كده تبليط الهرم، إيه الحكاية وجت إزاي؟ والله شوف، هو يعني حصل
ان الدكتور مصطفى وزيري اعلن امام هرم من كورع اللي هو الهرم الثالث، وقال احنا عندنا مشروع القرن وهنرمم الهرم. هو في مشكله حصلت، في حد دايما بيعمل مشاكل قال ده هيبلطوا الهرم، يقوم جايبين صوره لمصطفى وزيري واقف قدام الهرم. محدش من الشعب المصري شاف الهرم ده وهو مكسب الجرانيت. في عهد الملك مين كورع الهرم ده اتكسب الجرانيت 7 كورسز وما كملوش الباقي. فما يقولوا طبليط الهرم ومصطفى واقف وراه الجرانيت، اعتقدوا ان الجرانيت ده دلوقتي مصطفى وزيري هو بلط الهرم. لكن الراجل ما بلطش الهرم ولا حاجه. الراجل بيقول هنعمل مشروع، وطبعا اللي بيعمل مشروع لازم هيدرس المشروع قبل ما يعمله. نعم. فهو يمكن الخطا الوحيد اللي عمله مصطفى انه اسرع في الاعلان. لكن هو لم يخطئ، لان هو راجل بتاع اثار وراجل عمل شغل كويس. لكن كان مهم جدا ان وزير السياحه والاثار احمد عيسى ان هو اتصل بيا ويقول لي انا عايزك نشكل لجنه عليا من الاجانب والمصريين تنظر في هذا الموضوع. فنظرنا قلنا الاتي: ان الحجاره الجرانيتيه الملقاه حوالين الهرم اما تبص لها لم يتم تهذيبها عشان تتحط على الهرم. اذا لو من كورع رجع لنا تاني ومعايا المهندس بتاعه عشان يرجع الحجاره دي مش هيعرف. نعم. عايز وقت. فاذا صعب جدا تترجع. عشان تعمل بقى مشروع تاني محتاج الى دراسات علميه، وده اللي كان مصطفى هيعمله. يعني احنا لما اجتمعنا مع مصطفى وزيري في اول لقاء قال لنا انا ما عنديش اي فكره ولا اي استعداد ان انا هبلط الهرم اطلاقا. على هذا الاساس انا دافعت عن مصطفى وقلت يا جماعه ما تصدموش مصطفى، لان هو خطأه الوحيد انه اسرع في الاعلان، لكن هو لم يكن لديه اي نيه اطلاقا ان يبلط الهرم ولا محتاجين اي ترميم ولا محتاجينه حاليا. لا، الهرم انا رايي يتساب زي ما هو لان في علم الاثار يقول لك ايه، ما تغيرش في الشكل اللي موجود. العالم كله شاف قدامه التمثال بتاع رمسيس الثاني اللي في معبد الرمسي في الاقصر الضخم ده اللي وزنه 1000 طن. نعم. تمام. جالي مجموعه فرنسيه قالوا عايزين نرممه ونوقفه، قلت لهم لا. العالم كله عرف معبد الرمسيوم بالتمثال ده واقع في الارض، اصبح اثر ما غيروش. فعلى الاساس انا لما مسكت الهرم اشتغلت، حفرت في الجانب الجنوبي من هرم من كورع وطلعت تمثالين رمسيس الثاني، وحفرت جيت ادور بقى في الناحيه النواحي الثانيه، قلت استحاله ان اقدر اعمل اشيل الحاجات دي ازاي واشيل الرد ده ازاي واحط الحجاره دي ازاي، لا ما تتحطش، فسيبناها زي ما هي. لسه شغال حضرتك على الحفائر او على التنقيب في الهرم؟ احنا دلوقتي عندنا مشاريع كتير جدا. اولا المشروع الاولاني ان الفيلم اللي عملته نتفليكس عن الهرم المفقود في سقارة. أيوة. احنا باذن الله من سبتمبر هنبدا البحث عن هذا الهرم. نمرة 2 عندنا مشروع تاني بيشتغل فيه الدكتور يحيى جاد ده بالحامض النووي الدي ان ايه، عشان بندور على مومياء الملكه نفرتيتي وبنتها عنخ اس ان امون. والحاجه الثانيه ان احنا بالدراسات اللي عملناها للدراسات اللي عملناها لتوت عنخ امون طلعنا ان هو حصلت له حادثه في واضح في رجله الشمال قبل ما يموت بيومين. احنا بندرس دلوقتي هل الحادثه دي عملت تسمم في الرجل بتاعته ولا لا. لو حصل تسمم هنعلن للعالم كله بلا شك ان توت عنخ امون لم يقتل كما تم اشاعه ضخمه جدا، لكن هو مات في خلال قد ايه ممكن الاعلان ده؟ والله انا بتمنى الدكتور يحيى جاد وفريقه حاجه بجد تفخر بيها، ان عندك فريق مصري بهذه العظمه عمل شغل قبل كده، مش اول مره. الفريق ده اكتشف مومياء الملكه نفرتيتي حتشبسوت. الفريق ده طلع لنا عائله توت عنخ امون كلها، مين ابو توت عنخ امون، مين جد توت عنخ امون، مين ام توت عنخ امون بالحامض النووي. طلعوا لنا ازاي الملك رمسيس الثالث مات، عملوا اعمال عظيمه اعترف بها العالم. وبالتالي يعني انا سعيد ان انا بقود هذا الفريق العظيم العلمي اللي هو ممكن يعمل اكتشافات تهز الدنيا، وفي نفس الوقت مع فريق مصري
بنكمل نتائج شغلنا. الملك توت ممكن في خلال كم شهر؟ يعني شهرين ثلاثة بكتير، شهرين ثلاثة بكتير. يعني على سبتمبر اكتوبر ممكن يبقى في حاجة مهمة جدا نعلنها للعالم كله في مؤتمر صحفي واجب مع حضرتك نتكلم عنها باذن الله. شرف باذن الله. وقبل ما اختم، يوم الثلاثاء عندنا مباراة القمة الاهلي والزمالك، هتتابع الماتش فين؟ والله انا في البيت. في البيت. انا شوف اقفل على نفس الأوضة. ايوه. ومحدش يكلمني نهائي ولا رده على اي تليفون، واتفرج على اي ماتش للاهلي. لان الاهلي انا بعتبره حاجه جميله بتسعدنا كلنا. وانا بتمنى من مسؤولي نادي الزمالك ان الماتش يتلعب، لان احنا كجماهير نفسنا نشوف كوره، ونفسنا ان الدوري يستمر، وما نتمناش ان يبقى فيه. يعني انا طبعا انا عندي كلام على فريق الاهلي. فريق الاهلي ما بيقدمش، رغم ان عنده احسن لعيبه في مصر. نعم. يعني احسن لعيبه عندنا، لكن المدرب بيجيب لي ازمه قلبيه. يقعد الساعه 72 وغير لي. طب ازاي؟ ده انا هتغلب. يعني في يوم الداخليه ده انا مش عارف. حصل اخطاء، يجي حسين الشحات جاب الكره ويضربها كده يقوم مرجعها. ليه؟ يعني اخطاء كثيره جدا. انا بتمنى كولر بلا شك مدرب عظيم. نعم. لانه خد 8 بطولات لحد النهارده. نعم. ويمكن تساوى مع جوزيه او اكتر. نعم. وان احنا الاهلي ده يعني بصراحه حاجه جميله جدا، من ادارته ومن ناسه ومن لعبته ومن بطولاته، يعني في حاجه بتسعدني كابتن. الجماهير الزمالك طبعا. وانا كده. انا على فكره لو الزمالك بيلعب خارج مصر مع فريق اجنبي بشجعه بلا جدال، لكن داخل مصر طبعا ده موضوع ان انا بتمنى فريق الاهلي ان هو يبقى في القمه دايما. شرفتنا، ربنا يخليك. شكرا جزيلا دكتور زياد حواسي. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. نشوفكم بكره ان شاء الله. تصبحوا على الف خير.